التعليم منارة، واتخاذه أسلوب حياة مهارة. علمنا أن نبدأ ملتقانا هذا بإفادة، فإفادتنا سلام ورحمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليم جواز سفرنا للمستقبل، لأنه إيقاد شعلة وليس مجرد ملء وعاء. فمن أجل التعليم نسابق الأمم ونرتقي بالهمم، ونرفع عزمنا شامخا فوق القمم، وبجانب العلم علم هذا الوطن. تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجلا السلمي، نرحب بكم في الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج، حيث التعليم المدمج أصبح من أفضل الخيارات في استخدام التقنية في التعليم، والذي تبنته الجامعة عن طريق عمادة التعلم الإلكتروني، والتي سعت من خلاله إلى نشر ثقافة ونشر استراتيجيات وأساليب تعلم فريدة، وتصميم وتفعيل المواد والمقررات الدراسية المدمجة قبل وبعد وأثناء الجائحة. لذلك سعت جامعة الملك خالد عبر عمادة التعلم الإلكتروني إلى أفضل الممارسات التربوية. لذلك نبدأ هذا الملتقى بكلمة لرجل الشؤون التعليمية والأكاديمية في الجامعة، سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم. إلى سعادتكم الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات من داخل جامعة الملك خالد وخارجها، من أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس، من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يعلم الجميع أن التعلم الإلكتروني يعد الآن من أحد الخيارات الهامة جداً لدمجها في منظومة العملية التعليمية، وحسب ما رأينا جميعا أثناء هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيحها عن البشرية عاجلا غير آجل، وأيضا حسب رؤية وزارة التعليم في أثناء الجائحة وحتى اليوم، يعد ما تم اكتسابه من إدماج التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية يعني مكسب كبير جدا للجامعات السعودية، وقد أشيد بتقدم بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية في هذا الشأن من قبل منظمات ومؤسسات أكاديمية عالمية طبعا. ولتفعيل ذلك أكثر والاستمرار في إثراء هذا الجانب في العملية التعليمية، سعت الجامعة، جامعتكم جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني، إلى هذا أو عقد هذا الملتقى بمسمى التعلم المدمج، تحديات جديدة وممارسات مبتكرة. تسعى الجامعة من خلال هذا الملتقى الهام أن يحقق أهداف كثيرة جدا، لعلي أذكر أهم هدفين منها، هي نشر ثقافة واستراتيجيات التعلم المدمج الذي حقيقة لم يعد خيارا يعني اختياريا للجامعات، إنما أصبح خيارا أنا أتوقع أنه سيبقى إجباري في بعض المقررات. ونحن بهذه المناسبة جامعة الملك خالد منذ أكثر من 7 سنوات
اتجهت نحو التعلم الإلكتروني بأنواعه الثلاثة: المدمج والمساند والكامل. وبحمد الله استشرفنا الوضع منذ وقت مبكر، حيث أنه أصبحت كل متطلبات الجامعة في هذه الجامعة تعليما وتدريسا وتقييما واختبارا كلها عن بعد قبل الجائحة بأربع سنوات. والآن جميع جامعات المملكة العربية السعودية وعلى إثر هذه الجائحة لجأت لهذا النمط. فنشكر حقيقة الكليات ونشكر العمادة ونشكر إدارة الجامعة على هذا التوجه المبكر. أيضا التعلم المدمج حقيقة، وهذا الذي نتمناه حقيقة في هذا الملتقى، يحتاج إلى تصميم للمادة التعليمية وتصميم للاختبارات والتقييمات بشكل يتلائم مع هذا النوع من أنواع التعلم. لا أحب حقيقة أن أطيل، إنما أشكر الله أولا ثم أشكر الزملاء في عمادة التعلم الإلكتروني على هذه المبادرة الجميلة. نتمنى حقيقة أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات تعزز المكاسب الاستراتيجية التي حصلت عليها الجامعات السعودية وبالتالي هذا الوطن الغالي في أن نبقى مؤسسة أو بلد خبرة عالمي في هذا النمط من أنماط التعلم الإلكتروني. نشكر جميع الزملاء، نشكر جميع الزميلات، نشكر جميع الكليات اللي ساهمت معنا، نشكر جميع الأعضاء من رجال ونساء، نشكر أيضا معالي رئيس الجامعة، وهو بالمناسبة هنا ينقل اعتذاره الشديد نظرا لارتباطه المفاجئ بلقاء مع صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، ويبلغكم السلام ويبلغكم التحايا، ويتمنى لهذا الملتقى أن يخرج بتوصيات دقيقة يستفيد منها الجميع سواء في جامعتنا أو في الجامعات السعودية الأخرى. نشكر الجميع حقيقة على حضوره، أنا أشوف حضور ما شاء الله كثيف جدا، وهذا يدل على أنه عقد مثل هذه الملتقيات يجب أن لا ينقطع. نختم بمثل ما ابتدأنا به بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر أيضا موصول لك سعادتك على دعمك اللامحدود فيما يخص الشؤون التعليمية والأكاديمية في الجامعة. وفعلا كما ذكرت، التعلم الإلكتروني أصبح استراتيجية لم يعد خيارا كما كان سابقا. شكرا لسعادة نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجل. الكلمة الآن لرجل التعلم الإلكتروني في الجامعة، كان قائدا لفريق الجائحة المميز الذي قاد العملية التعليمية بسلاسة حتى وصلت إلى بر الأمان ولله الحمد. رحبوا معي بسعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور نايف جبلي. دكتور نايف، إليك الكلمة. معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجلة السلمي، سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات، الزملاء والزميلات، أعضاء الهيئة التدريسية، متحدثون الخبراء والمتخصصون في مجال التعلم المدمج، فريق العمل المبدعون والمتخصصون وصناع الأفكار المنتجون، حضور الملتقى من أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الجامعي والعام والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن التربوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج، تحديات جديدة وممارسات مبتكرة، والذي يحظى برعاية كريمة من معالي رئيس جامعة الملك خالد وبتوجيه ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية
وبإدارة وتنفيذ فريق عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة. حقيقة يأتي هذا الملتقى لواكب توجهات وتطلعات وزارة التعليم، والتي تسعى مشكورة في ضمان استمرارية التعليم على أكمل وجه وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وفقها الله. فقد صرح معالي وزير التعليم في كلمته بالأمس القريب بأن الوزارة دربت أكثر من 331 ألف معلم ومعلمة خلال فترة الصيف على التقنيات الحديثة واستراتيجيات التعليم، سواء كانت إلكترونية أو حضورية. ولأن التعلم المدمج اتجاه حديث في التعلم وخيار قوي وفعال في إنجاح التعلم وجودة نواتجه، جاءت فكرة هذا الملتقى، والذي يهدف كما أشار سعادة الوكيل إلى التقاء الخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا المجال مع بعضهم، وتشارك المعارف ونقل الخبرات والتجارب فيما بينهم. كما يهدف أيضاً هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المعلمة أو عضو هيئة التدريس وكيفية معالجتها واستشراف مستقبل التعلم المدمج، تماشياً مع توجه الوزارة وسعياً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في الإبداع والابتكار في مجال التحول الرقمي. حضورنا الكرام، يشارك في هذا الملتقى نخبة مميزة من الخبراء الأكاديميين والباحثين على مستوى الوزارة والجامعات والقطاع الخاص في وطننا الغالي والمبارك. 12 متحدث ومتحدثة سيتحفوننا في 4 جلسات وعلى مدار يومين بحضور كثيف من رواد التعليم والمهتمين. كل الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولمعاليكم رئيس الجامعة على الرعاية الكريمة. والشكر موصول ويتجدد لسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية على دعمه المتواصل وجهوده المباركة، ولفريق عمل العمادة على الترتيب والتنسيق لهذا الملتقى، ولضيوفنا في الملتقى وكل الحضور أجمل ترحيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني الأستاذ الدكتور نايف جبلي. الآن وقبل أن نبدأ حلقة النقاش، أستأذنكم بأن أرحب بمترجمتي لغة الإشارة الأستاذة ريم عسيري والأستاذة منال الحسين. نرحب بهم معنا في هذا الملتقى، حيث سيشاركوننا بإذن الله على مدى اليومين لخدمة أحبابنا الحضور من ذوي الهمم. فشكرا لك أستاذة ريم عسيري مساء هذه الليلة، والأستاذة منال الحسين ستكون معنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ على بركة الله. الجلسة الأولى والتي ستكون تحت إدارة الأستاذ عبد الله الشهراني، أخصائي متمكن في الجودة التعليمية ومدرب ومدير مراجعات معتمد لدى الكيو ام العالمية. الأستاذ عبد الله الشهراني، إليك المايك لإدارة الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا. شكرا لك أستاذ أحمد، وأشكركم جميعا على حضوركم هذه الليلة. أرحب بالجميع ضيوفنا الكرام في الجلسة الأولى في محور مفاهيم وأساليب التدريس في التعليم المدمج ضمن ملتقى التعلم المدمج، تحديات جديدة ومباركة وممارسات مبتكرة. كما أرحب بالمتحدثين في جلسة هذه اليوم. يشاركنا من المتحدثين هذا اليوم الأستاذ دكتور بدر بن عبد الله الصالح، أستاذ تقنية التعليم والتصميم التعليمي بجامعة الملك سعود. الدكتور سمير النجدي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك، رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة تبوك. الدكتور حسن الزهراني، أستاذ مساعد بكلية الطب
بجامعة الملك خالد. استأذنكم قبل البدء بإضافة رابط، سيكون هناك رابط مضاف لكم عبر الشات لأسئلتكم واستفساراتكم التي ستعرض على المتحدثين تباعا. ضعوا أسئلتكم اللي تودون منا طرحها للدكتور الأستاذ دكتور بدر الصالح على الرابط المرفق في الشات. نبدأ على بركة الله الجلسة بمشاركة الأستاذ دكتور بدر الصالح متحدثا لمدة 20 دقيقة حول تصميم التعلم المدمج المفهوم والنموذج. الكلمة لك، تفضل أستاذ دكتور. على كل حال شكرا لمعالي رئيس الجامعة أستاذ دكتور فالح مرجى السلمي ووكيل جامعة شؤون الأكاديمية والتعليمية أستاذ دكتور سعد دعجم، وأيضا الدكتور نايف جبلي عميد عمادة التعلم الإلكتروني. الشكر لله ثم لي الأستاذ عبدالله الشهران رئيس الجلسة، أستاذ بسمة القحطاني على دعوتكم الكريمة وجهودكم في تنظيم هذا الملتقى، وسعيد بوجود أيضا الزملاء الدكتور سمير النجدي ودكتور حسن الزهراني والآخرين أيضا المتحدثون والمتحدثات في هذا الملتقى. هذه الورقة بعنوان تعلم مدمج المفهوم والنموذج. محاور هذه الورقة هي محاور كبيرة، ولكن مناقشتها ستكون مختصرة وموجزة جدا بحسب الوقت المتاح. التعلم المدمج المفهوم، ثم المبررات لماذا التعلم المدمج، ثم نبذة قصيرة وسريعة عن النموذج التعلم المدمج، وأيضا نظرية مجتمع الاستقصاء والتعلم المدمج، والأخيرة الخطوات الرئيسة لتأسيس برنامج تعلم مدمج. هي بضع الشرائح الحقيقة، سأمر عليها يعني مرورا سريعا بحسب الوقت المتاح. مفهوم التعلم المدمج والمفاهيم ذات العلاقة. الحقيقة حتى يعني وقت قريب لا نعرف إلا ما يسمى بالتعليم الحضوري أو وجها لوجه، التعليم التقليدي والتعليم عن بعد الذي كان شائعا وبدأ منذ منتصف القرن 19 1840 تقريبا من خلال الجامعات عندما بدأت من خلال الدراسة بالمراسلة إلى آخر أجيال التعليم عن بعد. لكن في أثناء أزمة أو أثناء جائحة كورونا الحقيقة انتشر مصطلح التعلم المدمج انتشارا سريعا، إضافة طبعا إلى التعليم عن بعد الذي كان اضطرارا طبعا بسبب الجائحة. الآن نتحدث عن ثلاثة نماذج للتعليم أو التعلم في القرن 21: تعلم وجها لوجه 100% أو تعلم عن بعد ما في أي اتصال 100% عن بعد، أو تعلم مدمج بنسب معينة من التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد. تشارلز جراهام في ورقته Framework for Institutional Adoption للتبني المؤسسي وتنفيذ التعلم المدمج في التعليم العالي، الحقيقة شرح مفهوم التعلم المدمج من خلال هذا الشكل الذي أمامكم، يعني بنهايتين بعيدتين: أو تعلم تقليدي وجها لوجه لا يوجد أي اتصال، أو تعلم كامل عن بعد لا يوجد أي اتصال وجها لوجه، وبينهما ثلاثة نماذج: تعلم مدعم بالتقنية لا يقلل في زمن التواصل وجها لوجه، تواصل وجها لوجه موجود 100% لكن تعلم مدعم بالتقنية، ربما هذا ما يسمى بالتعلم الإلكتروني داخل المدرسة، والتعلم عن بعد اتصال وجها لوجه يعني محدود جدا تكميلي أو اختياري، وبينهما التعلم المدمج الذي يقلل من زمن التواصل وجها لوجه وطبعا بنسب معينة. هذه مسميات ومصطلحات أيضا يعني قد تكون مربكة للبعض، لأنها يعني التشابه بينها ربما يكون أكثر من الاختلافات. نمر عليها أيضا بسرعة: التعلم الإلكتروني، التعليم أو التعلم عن بعد، التعلم الهجين والتعلم الافتراضي والتعلم المدمج والتعلم عبر الانترنت. المصطلحات العربية للمصطلحات الإنجليزية أحيانا نختلف يعني بشأنها، هل نقول تعلم إلكتروني أو تعليم إلكتروني؟ إذا قلنا أن التعليم إلكتروني المفروض يكون e-education، أما e-learning المفروض يكون تعلم إلكتروني. المسألة ليست طبعا مصطلحات، وسبق أني أشرت إلى هذا في ندوات سابقة بأن
المصطلح تعلم يشير إلى التغير في فلسفة العملية التعليمية وتوجهات التعليم في القرن 21 بإعطاء المتعلم يعني فرصة أكبر لتوجيه تعلمه والتحكم فيما يتعلم، يعني اختلاف الأدوار بين المعلم والطالب وبين أيضا التقنية. ولذلك ليس اهتماما بالترجمة الحرفية، وهذا يختلف عليه، لكنه انتشر عندنا الآن. وأيضا يعني مصطلح التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج والتعليم عن بعد إلى آخره، تعليم افتراضي أو تعليم افتراضي. التشابه بين هذه المصطلحات الحقيقة أو المفاهيم هو أن كلها تحتوي عنصرا تعليميا وكلها تحتوي عنصرا تقنيا، وهذا لا اختلاف عليه، لأن عنصر التعليم موجود أو التعلم، والعنصر أيضا التقني الذي يعني يمثل الجسر للتواصل بين المتعلم والمؤسسة التعليمية أو المعلم. الاختلافات اختلاف المصطلح، أما أن نقول distance learning أو نقول virtual learning على سبيل المثال، واختلاف الاستخدام. virtual learning يمكن يكون تعلم عن بعد 100%، بينما التعلم الإلكتروني عن بعد ممكن يكون جزء داخل المؤسسة وجزء عن بعد. اختلاف التقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد أو التعلم الافتراضي الكامل أو الأونلاين ليرنينج، التعلم عبر الإنترنت، لابد من وجود نظام إدارة التعلم MS Learning Management System، بينما في أنواع أخرى مثل يعني Technology Supported Instruction، التعلم المدعم، التعليم المدعم بالتقنية، لا نحتاج إلى نظام إدارة التعلم وإنما نحتاج إلى وسائط رقمية، وسائط إلكترونية. تعريفات سريعة الحقيقة. التعلم الإلكتروني Learning التعلم لمقرر كامل أو جزءا من مقرر من خلال وسائط رقمية أو إلكترونية، سواء في داخل المدرسة أو عن بعد. والتعلم الإلكتروني هو مخرجات التعليم الإلكتروني. البعض ممكن يقول لا يا أخي، تعليم إلكتروني على أساس يعطي المعلم والمؤسسة التعليمية دوراً أكبر، هو تعلم إلكتروني تغيرت فلسفة التعليم، تغيرت اتجاهاته، والتعليم موجود، لكن الواجهة المتعلم، التركيز على المتعلم، اهتماماته ودوره في التعلم وتحمل المسؤولية التعلمه وتوجيه التعلمه إلى آخره. طيب، التعلم الإلكتروني ليس بالضرورة يكون عن بعد. للبعض الحقيقة عندما نقول تعلم إلكتروني أو تعليم إلكتروني يقول تعليم عن بعد، حتى في الأدبيات الأجنبية، وهذا خلط كبير الحقيقة. ليس كل تعليم إلكتروني تعليم عن بعد، وليس كل تعليم عن بعد أيضا تعليم إلكتروني. يعني كان التعليم عن بعد بالمراسلة، وممكن يكون من خلال التلفاز أو أي أو الإذاعة. لكن في هذا العصر الحقيقة أصبح التعليم عن بعد بالضرورة التعليم أيضا يعتمد على الوسائط الإلكترونية. إذا ليس كل تعليم إلكتروني أو تعليم إلكتروني هو التعليم عن بعد. التعليم عن بعد يأخذ يعني طبعا وجود المتعلم والمعلم يعني منفصلان مكانا وزمان أو زمانا أو كليهما مكانا وزمانا. يعني في التعلم، في التعليم عن بعد غير التزامني، في هذه الحالة طبعا الانفصال مكانا وزمانا، لكن إذا كانوا يتواصلون من خلال التعلم التزامني إذن الانفصال من ناحية المكان فقط. التعلم عن بعد هو مخرجات التعليم عن بعد. التعلم المدمج برنامج تعليم يدرس فيه الطالب جزئيا عن بعد وجزئيا في المدرسة مع عناصر تحكم، يفتح عناصر تحكم في الوقت والمكان ومسار التعلم وسرعته. في منصة مدرستي أيضا فيه أدوات تتيح للمعلم أن يختار، يتاح للطالب من خلال طبعا إشراف المعلم يختار مسار التعلم أو سرعة التعلم. أسلوب تعلم يدمج خبرات تعلم وجها لوجه مع خبرات تعلم عبر الإنترنت. التعلم وجها لوجه والتعلم عبر الإنترنت يكملان بعضهم البعض من خلال استخدام نقاط قوة كل منهم. هذه الحقيقة يمكن نضع تحتها خطوط، يعني يمكن تكون هذه أهم جملة في هذه الورقة. نعم، التعليم وجها لوجه له نقاط قوة، والتعلم المدمج عن بعد جزئيا له نقاط قوة. كيف نستثمر نقاط القوة هذه لنقدم تعليما فعالا؟ التعلم الهجين، وهذه المصطلحات تستخدم يعني استخداما تبادليا، التعلم الهجين والتعلم المدمج في كثير من الأدبيات الأجنبية لا يوجد اختلاف بينها. بعضها ترى أنه التعلم الهجين هايبرد ليرنينج
أنه طريقة تربوية يدرس خلالها بعض الطلاب وجها لوجه، وبعض الطلاب يدرسون عبر الإنترنت، يعني المدرس مع طلابه وجها لوجه، ويعني هذا الدرس يعني ينقل من خلال الإنترنت إلى مجموعة أخرى عن بعد. بعض الأدبيات تقدم هذا أو تفترض أو هذا التعريف. التعلم الافتراضي يكون فيه الطلاب معلمون منفصلين بعضهم زمانا ومكانا أو مكانا، ويتفاعلون عبر حواسيب متصلة من خلال الإنترنت. التعلم الافتراضي هو مخرجات التعليم الافتراضي، إذن التعليم موجود. التعلم عبر الإنترنت يستخدم هذا المصطلح تبادليا مع مصطلحات التعلم الافتراضي، التعلم السبراني والتعلم الإلكتروني. ويمكن أن يشارك الطالب في التعلم عبر الإنترنت في مقرر إضافي أو تكميلي، أو يشارك في مدرسة أو برنامج كامل. بناء على هذه المصطلحات أيضا لدينا مدرسة إلكترونية، مدرسة افتراضية، مدرسة عبر الإنترنت، ومدرسة سبرانية، وكلها تستخدم بطريقة تبادلية. في أمريكا مدارس كثيرة للتعليم الافتراضي أو التعلم الافتراضي من الروضة إلى نهاية الثانوية، مثل مدرسة ميشيغان الافتراضية ميشيغان فيرتشوال سكول، ومدرسة فلوريدا الافتراضية. أنا اخترت هاتين المدرستين لأنهما من أكثر المدارس الافتراضية انتشاراً وأقدمها أيضاً. في نهاية تسعينيات القرن الماضي بدأت هذه المدارس، وهي تقدم تعليماً، يعني تقدم خيارات مختلفة. مثلاً مدرسة فلوريدا الافتراضية أما أن تدرس كل الدراسة من الابتدائي إلى الثانوية من خلال مدرسة افتراضية، أو تدرس جزئية مقررات منها، بحيث هذه المقررات تكون جزء من سجلك في المدرسة التي تدرس فيها وجها لوجه. موضوع الحق يعني مراجعة هاتين المدرستين ومدارس أخرى تستحق الحقيقة يعني وقت كافي لشرحها، لأنها تجارب مفيدة جدا. المحور الثاني، مبررات التعلم المدمج. لماذا التعلم المدمج؟ هل التعلم الآن لابد أن يكون داخل المدرسة؟ هل التعلم هو حفظ حقائق فقط؟ بعد هذه التطورات يخرج لنا بعض من هم ضد التعلم عن بعد. نحن لسنا مع التعلم عن بعد، ولسنا مع التعلم المدمج أو التعلم وجه لوجه. نحن نريد أن نختار أفضل النماذج بحيث يستفيد منها هذا المتعلم، وتكون مخرجات التعلم محققة لمعايير الفاعلية والكفاءة وقبول المتعلم. البعض يرى الآن الأدبيات الأجنبية التي اطلعت عليها الحقيقة في الفترة الأخيرة تشير إلى التعلم المدمج هو النموذج الذي يعني سينتشر على مستوى العالم. لماذا التعلم المدمج؟ باختصار شديد، من ناحية التقنية، يعني يتعلم الطالب من أي مكان يريد في أي وقت، التتبع والتحكم لما يقوم به الطالب، تعلم ذاتي اقتصادي، يعني يقلل من استهلاك الأسد أو المصادر التعليمية داخل المدرسة، إتاحة أكبر للتعلم، طالب مريض، طالب في مكان بعيد إلى آخره، مرونة الوقت والمكان، استثمار التقنية، تحكم ببيانات الطالب. وهذه النقطة الأخيرة لها ارتباط طبعا بالذكاء الاصطناعي، لأنه من خلال تحكم بيانات الطالب نستطيع أن نعمل ما يسمى personalization، يعني أو customization، يعني تقديم خبرات تعلم مناسبة لاهتمامات الطالب و يعني قدراته وسرعته في التعلم. من حيث المعلم والطالب، دمج محاسن النموذجين، وجود الحافز والمشاركة وتشجيع المشاركة من قبل المتعلمين، القدرة على أيضا تحقيق ما يسمى بالتمايز في التعليم، تمايز بالمحتوى في وقت التعلم في بيئة تعليمية، إتاحة فرصة للمتعلم للتحكم في تعلمه وتوجيه تعلمه، توفير تغذية راجعة، انضباط، ديسيبلين، توفير وسائط متعددة، وإعداد هذا الجيل للمستقبل. نماذج التعلم المدمج عديدة. هذه النماذج التي ربما أول ما تشاهدها في الأدبيات الأجنبية، في موجود غير لكن هذه أشهرها. نماذج التناوب الروتيشن مودلز، وهي أربعة نماذج، ونموذج المرن فليكس مودل، نموذج انتقائي ألاكارت مودل، والنموذج المعزز أو المكثف انريشت فيرتشوال مودل. باختصار شديد، في نماذج التناوب الطلاب في مجموعات، في المرحلة الابتدائية بالذات انتشرت هذه النماذج في الولايات المتحدة.
لأنه لا تحتاج إلى تغييرات كبيرة، إنما المعلم يستطيع أن يقسم الطلاب في مجموعات، بعضها يعني يعملون في يعني على مسألة معينة أو مشكلة معينة، مجموعة أخرى تعمل على مشروع آخر، مجموعة أخرى تدرس عن بعد، لكنهم كلهم داخل المدرسة بوجود المعلم. أربع محطات كما يسمى Station Rotation Model، أو أربع نماذج. نموذج محطة تناوب، الطلاب يتناوبون خلال محطات محددة، واحدة منها الأقل عن بعد، لكن ليس بالضرورة أن يدرسون عن طريق LMS، إنما يتصلون بالنت، يعني يمكن يدخلون مثلا على خان أكاديمي، أكاديمية خان مثلا، أو أي موقع للدراسة عن بعد. يعني هذا طبعا يصور على أنه عن بعد. أنا الحقيقة من وجهة نظري أسمي Technology Supported Education أو Learning، لأنهم داخل مدرسة مع المدرس. طيب، نموذج التناول المعملي هو نفسه الأول، ولكنهم في المعمل يستخدمون الحواسيب أيضا في الاتصال في مواقع معينة أثناء الدراسة. نموذج الصف المقلوب يمكن هذا أشهرها أيضا، أن الطلاب في البيت يدرسون من خلال فيديو أو من خلال مصادر إلكترونية، ثم حل الواجبات والإرشاد وتغذية راجعة داخل قاعة الدراسة. نموذج التناوب الفردي، الطلاب أيضا يدرسون عن بعد، ولكن كل طالب لوحده، وقد لا يتناوب الطلاب على جميع المحطات، لكن كلها داخل قاعة الدراسة. النموذج المرن أيضا داخل قاعة الدراسة، أغلب التعليم يحدث عبر الإنترنت، لكن ليس بالضرورة LMS، وإنما يدخلون على مواقع، يدخلون على مصادر إلكترونية إلى آخره. معظم هذا التعلم يحدث في المدرسة بوجود المعلم لإثراء خبرات تعلم الطالب. النموذج الانتقائي مقرر أو أكثر يأخذ الطالب إذا كان مهتم فيه، أو مقرر ليس موجودا في المدرسة، أو مقرر يعني أو إنه يعني يحتاج إلى أخذ مقرر ربما لم يعني يكمله في المدرسة، ويسجل له من خلال سجله في المدرسة التي يدرس فيها. النموذج مكثف والمعزز، أغلب التعلم يحدث عن بعد، بعض اللقاءات تحدث أيضا ده. يعني عندنا مثلا في الأماكن المواقع البعيدة ما نسميها نائية، لم موجودة خلال يعني في مملكتنا الغالية، لكن عدد الطلاب قليل، وبدلا من يعني وجود عدد كبير من المعلمين، يمكن أن الطلاب يدرسون من خلال هذا النموذج، نموذج المعزز. المحور الرابع. نعم. الله يحفظك، تبقى خمس دقائق فقط. إن شاء الله، إن شاء الله، أبشر. مجتمع الاستقصاء والتعلم المدمج. هذه الحقيقة أنا أعتقد جزئية مهمة. دائما ما نتحدث عن أنه التفاعل بين المعلم والطالب في التعليم عن بعد جزء مهم وأساسي جدا، وأن العلاقة بين الطالب والمعلم مهمة جدا يعني لنجاح الطالب وتفوقه في تعليمه. لذلك الحقيقة نظرية Community of Inquiry أو مجتمع الاستقصاء مهم جدا الحقيقة، أن المعلمين والمعلمات والجميع يعني المهتمين في هذا الموضوع يعني يقرؤون عنه، مهم جدا الحقيقة. أكدت بحوث مجتمع الاستقصاء أن حضور المعلم teacher presence ومشاركة المتعلم عن بعد يعد واحدة من أكثر متغيرات أهمية في فاعلية التدريس والتعلم والرضا عنه. الحضور هو وجود المعلم في موقع المقرر الافتراضي لتوجيه الطلاب والإصغاء لهم، مشاركتهم خبراتهم وآرائهم. هذا هو جوهر هذا الحضور، هذا المفهوم، وجود المعلم في المقرر الافتراضي أو في الفصل الافتراضي هو جوهر ثلاثة أنواع من الحضور الاجتماعي في الإطار النظري لمجتمع الاستقصاء: حضور تدريسي، حضور اجتماعي، حضور معرفي. مر عليها بسرعة. دور التصميم التعليمي الحقيقة هو أنه يجسر المسافة المادية والنفسية التي تفصل المعلم عن المتعلم. طيب باختصار شديد، ترانزكشنال يعني عملية، مثل العمليات البنكية، مسافة اتصال وتفاعل بين المتعلم والمعلم، مدى شعور المتعلم بالحضور الاجتماعي في الموقف التعليمي. أحد الأهداف الرئيسية للتصميم التعليمي تقليل هذه المسافة لأقل قدر ممكن. الحقيقة من خلال خبرة درست في جامعة القصيم، احنا كنا ندرس عن طريق الفيديو كونفرنسين للطالبات، يسمعونا يشوفونا احنا نسمعهم، لكن عندما درست الطلاب عن طريق زوم وأيضا ويبكس وغيره، كانوا الطلاب في القصيم وكنت أنا في الرياض، وكنت أشوفهم يشوفوني وأسمعهم. حقيقة خبرة يعني فيها تفاعل كبير الحقيقة.
الحضور الاجتماعي مهم. الحضور الاجتماعي مقدرة المشاركين أنهم يكونون جزء من هذه المجموعة، جزء من الطلاب الآخرين، معروفين بأسماءهم، معروفين بهوياتهم، معروفين باهتماماتهم، معروفين بكل هذه الخصائص التي تجعلهم مجموعة متجانسة. الحضور الاجتماعي social presence، والsocial presence أو الحضور الاجتماعي أحد المعايير المهمة في اختيار التقنيات. يعني أنا اختار الفيديو فعلا صوت وصورة، لكن غير عن الفيديو conferencing، انه يشوفوني واشوفهم واسمعهم يسمعوني. طيب، وهذا طبعا مقارنه بالبودكاست او عنصر الصوت فقط، اكيد السوشيال بريزنس او الحضور الاجتماعي في هذه الحاله افضل. الحضور المعرفي، فهم الطالب لما يتعلمه وادراكه واستيعابه والتركيز على مهارات التفكير العالي الى اخره التي تدمج التعلم الجديد مع التعلم السابق. الحضور التدريسي، أن المعلم يصمم وييسر هذين الحضورين المعرفي والاجتماعي، وتوجيه هذين الحضورين لتحقيق مخرجات تعلم شخصية هادفة وذات أهمية تربوية. آخر شريحة، يسمح لنا أستاذ عبد الله يعني دقيقة ونص زيادة، ما أعتقد إن شاء الله إني ما أخذ. الله يحفظك، تفضل. الله يبارك فيك. آخر شريحة، خطوات رئيسة، هذه الحقيقة يعني كيفتها من بعض المراجع الحقيقة، فليست يعني مأخوذة نصا وليست من أفكاري 100%. قرر لماذا، أول خطوة، لماذا التعلم مدمج مطلوبا؟ ما المشكلة في النظام الحالي؟ أنا لو سألنا هذا السؤال عندنا في المملكة، والله عندنا الجائحة، احنا بنستخدمها بنوصل للطلاب في أماكنهم كما هو الحال بالنسبة للتعليم الابتدائي، وإن كان طبعا تعليم عن بعد كاملا، إنما إحنا نعرف إنه بعض المناطق التي يعني لم تكن النت عندهم قوية أو إنها متقطعة أو غير موجودة، كان يفترض يعني في تعليم حضوري وجها لوجه إضافة إلى قنوات عين. ما المكاسب التي ستتحقق من النظام الجديد؟ المقارنات مرجعية، نشوف مدرسة فلوريدا الافتراضية، وطبعا مع أخذ السياق المحلي وخصائص السياق المحلي في الاعتبار، مهمة جدا، تحقق من الأثر المتوقع. هل سيحسن النظام الجديد خبرات التعلم؟ هل سيتم إنجاز البرنامج المستهدف؟ الخطوة الثالثة، نحدد متطلبات تأسيس البرنامج، السياسات، التشريعات، والوزارة الحقيقة تعمل على كثير من هذه الجوانب. حول المحتوى المتوفر إلى صيغة تناسب التعلم عن بعد، يعني محتوى رقمي، تصميم تعليمي لمقررات إلكترونية للتعلم المدمج. حدد الدعم التقني المطلوب، خصائص المنصة الإلكترونية في ضوء خصائص البرنامج، الأدوات اللي مطلوبة في الـMS. راجع استراتيجية التعليم الحالية، كيف استراتيجية التعليم بما فيها سالب التقويم وتناسب برنامج الجديد. يعني معالي الوزير الدكتور حمد الشيخ سبق أنه قال تعلم حضوري عن بعد، يعني هو كل اللي سويناه أن احنا يعني تعليم تقليدي لكن من خلال منصة مدرستي. وطبعا هذا انتقاد، أنه يجب أن نطور أساليب التعليم وأساليب التقويم وأساليب اتصالنا بالطلاب والتفاعلات بما يناسب هذه الاتجاهات الجديدة في التعلم المدمج أو التعلم عن بعد. صمم وطور برنامج التعلم المدمج، طبق نسخة تجريبية، تغذية راجعة، نفذ البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا آسف الحقيقة للسرعة بالحديث لتغطية يعني جوانب الورقة. بارك الله فيكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، شاكر لك، الله يحفظك. ما قدمته من في هذه المشاركة القيمة حقيقة، واللي ركزت من خلالها على مفهوم التعلم المدمج وأهم النماذج اللي ممكن نتبناها في التعلم المدمج، والأهم أنه في خطوات عملية لتأسيس، مقترحة لتأسيس تعلم مدمج. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الآن مثل ما ذكرت مسبقاً، رابط المشاركتكم، رابط المشاركة بالأسئلة مرفق لكم في الشات، من لديه سؤال سعادة الدكتور إن شاء الله نطرحه في نهاية الجلسة. دكتور سمير النجدي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك، رئيس قسم تقنيات التعليم، بيشاركنا بإذن الله سبحانه وتعالى متحدثا حول التعلم المدمج وجودة التدريس. سيضاف أيضا رابط لمشاركة أسئلتكم واستفساراتكم لتقديمها لسعادة الدكتور سمير في نهاية الجلسة. تفضل دكتور، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. بداية أنا من الآن أقول إذا الدكتور بدر يبغى وقت إضافي أنا مستعد أني
أعطيه وقتي، فهو أستاذي. شكرا يا دكتور سمير، الله يبارك فيك. وكما يقال في المثل العربي لا عطر بعد عروس، هذه قصتها أنه أحد السيدات اسمها أسماء بنت عبد الله العذري مات زوجها وكان اسمها عروس وكان اسمه عروس، فبعدما مات قالوا لها لما لا تتعطري، فقالت لا عطر بعد عروس ولا كلام بعد الدكتور بدر. الله يبارك فيك. العفو العفو يا دكتور. صدقا الدكتور بدر الله يعافيك دكتورنا، يعني غطيت أمور كثيرة، ولعل جزء كبير من الورقة التي لدي سأتجاوزها سريعا بحكم أنك غطيتها، بارك الله فيك. والمميز أيضا أنه الزملاء خلوا كل واحد منا ياخذ له جزئية وكل واحد غطاها دون أن يتم التنسيق، ولكن ما أراه أن هناك تنسيق وترتيب وتنظيم بيننا جميعا. يعني أنا أكمل ما بدأ فيه الدكتور بدر، وحسب ما أعلم أنه في جزئية سأطرحها عن الفصول المقلوبة تطرق إليها الدكتور بدر، سأتطرق إليها شوي توسع ويأخذها الدكتور حسن بتفصيل، وبعد ذلك الدكتورة تغريد تتكلم عن استخدام التليجرام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبدأ بعنوان ورقتنا اليوم بعنوان التعلم المدمج وجودة التدريس. ما هو التعلم المدمج؟ لعل الدكتور بدر تطرق إلى أمور كثيرة في التعلم المدمج وأعطانا تفاصيل كثيرة، ولكن لعلي أقول بأبسط ما قيل ومثل ما ذكرها الدكتور بدر، عبارة عن مجال متنوع وموسع في التصميم والاستعلام يجمع بين الأساليب المباشرة وجها لوجه عبر الإنترنت، بمعنى أني أدمج بين الوجه لوجه والإنترنت، وهذا هي الميزة التي تميز التعلم المدمج. ومثل ما ذكرها الدكتور بدر قبل قليل، البروف بدر، أنه التعلم المدمج أخذ الجوانب الإيجابية في كل شيء عندما ظهر مفهوم التعلم الإلكتروني. طبعا التعلم المدمج ظهوره كان حركة عكسية، خلينا أقول، للتعلم الإلكتروني. كان التعلم الإلكتروني وكان هناك صيحة واتجاه بشكل كبير نحو التعلم الإلكتروني، ولكن مع انطلاق هذا التعلم الإلكتروني وجد التربويين ووجد كثير من المختصين أنه حدث هناك فجوة بين الطالب والمعلم، لذلك قالوا لابد من إيجاد حل أستطيع أن أجعل الطالب يعود إلى المعلم مرة أخرى. فخرج مفهوم التعلم المدمج الذي جمع بين الحسنيين، حسن التعلم الإلكتروني وحسن كذلك الفيس تو فيس إن كلاس الحضور. لماذا التعلم المدمج؟ ما هي خصائصه؟ ما الذي يتميز به لنبني التدريس باستخدامه؟ مزيج بين التعلم الجماعي والتعلم الفردي، يجمع مثل ما ذكرها الدكتور بدر في النماذج قبل قليل، يعني وضح نقاط كثيرة مفصلة، وهذا أجمل شيء أنه وضحها وأنا بجيب بس لمحات فيها. مزيج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن، أيضا مزيج بين التيسير الذاتي للتعلم والتيسير الجماعي. المتزامن مثل ما ذكر الدكتور بدر الوقت، يكون الطالب والمتعلم في نفس الوقت متواجدين باختلاف المكان، والغير متزامن أنه ليس وقتا ولا مكانا، بمعنى مثل الآن حاليا اللي احنا قاعدين نسويه يعتبر تعلم متزامن، لأننا كلنا في نفس الوقت متواجدين ولكن في أماكن مختلفة، أكثر من 4800 شخص في المملكة العربية السعودية وممكن خارج المملكة العربية السعودية، ولكن كلنا متواجدون في نفس الوقت، إذن هو متزامن. عندما يكون هذا البرنامج موجود على اليوتيوب على منصة تزامن ويتم التطرق إليه يعتبر غير متزامن. مزيج بين التيسير الذاتي للتعلم والتيسير الجماعي مثل ما وضح البروف بدر قبل قليل، أستفيد أنا من التعلم المدمج أني أستطيع أن أتعلم ذاتيا بالحصول على المقاطع الفيديو والحصول على التغذية الراجعة لنفسي، وبنفس الوقت أستطيع يكون تيسير جماعي في سرعة التعلم، فيبنى سرعة التعلم على حسب إما الفردية أو الجماعية. وأيضا هو مزيج من التعلم الرسمي وغير الرسمي، من دمج التعلم في الحياة، وهذا يجعلنا نتطرق إلى نموذج مميز يعتبر نموذجا مميزا لتقديم الموكس اللي هو ماسف أوبن أونلاين كورسز، الكورسات المفتوحة الأونلاين المجانية. هذا الكود أو هذا الكيو آر ورقة علمية كتبتها عن التعلم المدمج في التعليم العالي، نشر في عام 2014،
ذكر الدكتور بدر قبل قليل، لعلي بجيبها في شريحة بعد ذلك، انتشار مفهوم التعلم المدمج وقت كورونا، وهذا ما لاحظته بشكل كبير جدا. يعني هذا الورقة منشورة من عام 2014، عدد المشاهدات وعدد القراءة لها في ريسيرش جيت كان يتراوح بين 400 و300 و700، يختلف من وقت إلى آخر، ولكن مع أزمة كورونا وصل عدد قراءة هذه الورقة إلى أكثر من 11,000 قراءة. دليل ما ذكر الدكتور بدر أنه انتشار مفهوم التعلم المدمج وقت الأزمة، وقت جائحة كورونا، جعل العالم يبحث عن تفاصيل كثيرة عن التعلم المدمج، ما هو وكيف يتم تطبيقه وما هي إجراءاته وكيف أستطيع أن أفعله بشكل رسمي. لماذا ندرس التعلم المدمج؟ لماذا التدريس بالتعلم المدمج؟ هذا البحث هايبرد ليرنينج من هاير إدوكيشن، هذه صورتها أنا قبل أمس كانت 40 نيو، وصورتها اليوم لقيتها 44. هذا دليل أن هناك شغف للاطلاع على مفهوم التعلم المدمج. هل هو مفهوم جديد؟ ليس جديدا بشكل عام، ولكنه يعتبر جديدا في التطبيق. لماذا طيب التدريس بالتعلم المدمج؟ لماذا نطالب بالتعلم المدمج؟ لماذا الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج؟ لماذا أصبح في كل مكان يتم التحدث به عن التعليم تسمع بمفهوم التعلم المدمج؟ لماذا؟ لماذا هذا الحديث كاملا؟ لأن التعلم المدمج يتيح للمتعلمين فرصة مقابلة الهيئة التدريسية ومقابلة أقرانهم. نقف عند هذه النقطة. لو عدنا إلى العام الماضي حيث تم تطبيق التعليم عن بعد، نجد أن كثيرا من المتعلمين افتقدوا إلى هذا الأمر، افتقدوا إلى المقابلة مع الأساتذة، افتقدوا إلى المقابلة مع الطلاب زملائهم وأقرانهم، افتقدوا إلى التعلم بالنظير، افتقدوا إلى توجيهات المعلم المباشرة. فهذا الافتقاد كان سبب من أسباب ظهور مفهوم التعلم المدمج. حتى أخرج من هذا اللبس، أنا لابد يكون عندي مخرج جيد يساهم في توفير مساحة تسهم في حضور الطالب للقاعة أو للفصل، وفي نفس الوقت يكون المعلم موجود يوجه، ويكون وستحدث عنها هنا، يكون دور المعلم ميسر وموجه، لا يكون المعلم أو الهيئة التدريسية هو مصدر العملية التعليمية. كذلك لماذا التدريس بالتعلم المدمج؟ ولعلي أنقز بين الفقرات، اكتساب المتعلم المهارات الناعمة التي افتقدوها بالبعد عن المعلمين. ما هي المهارات الناعمة؟ السوفت سكيلز، هي المهارات التي يكتسبها باستخدام، خلينا نقول يعني بشكل غير مباشر، ما هي مهارات هارد يتعلمها يبدأ يمارسها، لا، هو يتعلمها بالملاحظة عبر المنهج الخفي، يستطيع أنه يكتسب مهارات كثيرة. مثل الآن لما أنت تبني هذه المهارات لدى ابنك في المنزل، لما تكون صادق فيتعلم منك الصدق، لما تكون كاذب فيتعلم منك الكذب. هذه النقاط المهمة، الجمع بين فوائد التعلم عن بعد والتعليم وجها لوجه، حتى يعطي لعضاية التدريس ويكونوا ميسرين يساعدون المتعلمين على التعلم. بمعنى أن هنا سينتقل المركزية من مركزية المعلم إلى مركزية المتعلم، وهذه المركزية التي تركز على المتعلم تعطيه صلاحيات وتعطيه قدرة بحيث يستطيع أن يمارس مهارات ويستطيع أن يتعلم بذاته، ويكون له المعلم موجه وميسر يساعد في تعزيز عملية التعلم لديه. له أشكال لتقديمه يتلائم مع جميع الظروف ويتوافق مع خصائص المتعلمين، ولعل الدكتور بدر، البروف بدر قبل قليل ذكر جزء كبير من هذه النماذج ومن التي يتم تقديم فيها التعلم الإلكتروني. أيضا مراعاة الفروق الفردية وضمان عدم تأخر أحد تعليميا. لما يكون التعلم فردي وأستطيع أن أراجع المقطع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى أفهم وأجي أناقش داخل القاعة، بعكس لما يكون المعلم يشرح مرة واحدة، اللي فهم فهم واللي ما فهم راحت عليه. لذلك التعلم المدمج يتيح للطلاب التمايز مثل ما ذكر البروف بدر قبل قليل، ويتيح للطلاب أيضا التعلم بسرعة حسب قدراتهم.
ممكن أني أستطيع يعني لو نتمنى أن نصل لهذه المرحلة واللي هي تطبق حاليا بشكل غير رسمي، ليس تعلم مدمج ولكن فكرتها نفس الفكرة اللي هو التسريع في العملية التعليمية. أنا لما يكون عندي المادة التعليمية مقسمة على عدة مقاطع فيديو ويستطيع كل طالب أن يراجع كل مقطع حسب سرعته حسب قدرته في التعليم، فممكن نجد طالب ينهي مقررا كاملا في شهر بينما طالب يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر. وبهذا الوضع نكون بهذا الشكل. بعد ذلك ما هي الأسس التعلم المدمج؟ طبعا لعلي أذكر هذه النقطة، أنا شخصيا سمير كنت أقول ما علاقة النظريات التعليمية بالأمور الجديدة بالتقنية بالتعلم المدمج بالتعلم الإلكتروني، كيف أربطها؟ ما لها يعني النظرية كثير يقول عاف عليها الزمن، لكن لو نرجع للحقيقة نجد أن كل شيء في عملية التعلم نجدها أنها مبنية على نظريات. هذه النظريات هي التي ساهمت في دعم وتعزيز العملية التعليمية. لما يجي التعلم المدمج أنا ذكرت هنا ثلاث نظريات، النظرية السلوكية والنظرية البنائية والنظرية المعرفية. النظرية السلوكية تعتمد على التأثير في السلوك وتغيير سلوك الإنسان ما يسهم في تحول الطالب إلى متعلم لا متلقي، وهذا اللي إحنا بنسعى إليه. وبالعكس التعلم المدمج يعزز هذا الشيء ويبني عليه. النظرية البنائية كذلك كما تعلمون هي مبنية على خبرة الطالب خبرة المتعلم، فهنا المتعلم عندما يستطيع أن يبني خبرات جديدة قبل التعلم وأثناء التعلم يستطيع أن ينتقل من متلقي إلى متعلم إلى باحث، فنجد أنه قد يدخل على يبحث عن معلومة أكثر من التي أعطيت له، يستطيع من خلالها أن يبني المعارف. ندخل في النظرية الثالثة أو النظرية المعرفية والتي تتطلب تتعامل مع طبيعة المعرفة بحد ذاتها، حيث يقدم البشر تدريجيا في اكتسابه، يتقدم البشر تدريجيا في اكتسابه وبنائه واستخدامه، وهذا ما يتم حاليا في التعلم المدمج والتعلم بشكل عام بناء على هذه النقاط. أيضا عندي مراعاة الأسس التقنية في تصميم النماذج، وهذه نقطة مهمة جدا، لابد أن تراعي بعض النقاط الفنية التقنية عند تصميم نموذج التعلم المدمج، عندما عند تصميم النماذج التي تستخدمها في التعلم المدمج. عندي تصميم تعليمي وعندي أيضا تصميم خلنا نقول ديزاين جرافيك والأمور هذه لابد أني أراعيها، لابد أني أراعي كذلك الأساس النفسي الذي يتبناه المصمم. فمن غير المقبول أني أصمم تعلم مدمج يتنافى فكريا نفسيا مع شخصية الطالب مع حالاته، لابد أن نراعي خصائص المتعلم. هنا من غير المقبول أنه نفس الذي يقدم لطالب المرحلة الجامعية أخذ نفس الفيديو وأقدم لطالب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة. لماذا؟ نقول طيب المعرفة واحدة لكن خصائص تختلف، لابد أن نراعي هذا الأمر. يعتمد التصميم على مفهوم المنهج الذي يتبناه المصمم وفلسفة المجتمع، كذلك لابد أن تراعي فلسفة المجتمع والمنهج الذي يتبناه المصمم. اخترنا منهج وطريقة معينة فهذا بكل تأكيد سيؤثر في تصميم وبناء التعلم المدمج. لماذا التعلم المدمج؟ ولعلي أمر عليها بشيء من السرعة للوقت، وأيضا الدكتور بدر قبل قليل تحدث عنها بإسهاب، زيادة فاعلية التعليم، تحسين مخرجات التعلم عن طريق تحسين مخرجات التعلم، إمكانية الوصول للمعلومة، إمكانية مراجعة الأمور هذه، كل هذه النقاط تزيد من دافعية التعلم لدى المتعلم. تنوع وسائل المعرفة، بمعنى ماذا؟ أني أستطيع أني أستخدم أكثر من وسيلة أكثر من طريقة، نبتعد بشكل آخر عن قضية النمطية في التعليم اللي هي نعرفها جميعا اللي هو أسلوب المحاضرة، لكن هنا التنوع يسهم في تعزيز العملية التعليمية، البعد عن الملل والروتين، تحقيق التعلم النشط للمتعلمين. كيف يتم ذلك؟ لما أبدأ أستخدم التعلم المدمج فوقت الحصة والمحاضرة سيكون ماذا؟ سيكون نقاش، سيكون مشاركة، سيكون هناك تطبيق استراتيجيات التعلم النشط داخل القاعة، وبذلك يكون هناك تفاعل بين الطالب والمعلم، تفاعل بين الطالب والطالب، تفاعل بين
كل المكونات الموجودة مما تسهم في تعزيز العملية التعليمية وتحقيق هدفها. أيضا تفاعل أثناء التعليم، وهذه اللي شملتها قبل قليل في نفس الشرح. أيضا عندنا المرونة التعليمية، ما المقصود بالمرونة التعليمية؟ ذكرتها قبل قليل، احتياجات الفردية، أنماط المتعلمين لدى الأشخاص، اختلاف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم. يكون عندي مرونة حتى لما أكون داخل النظام أو داخل التعلم المدمج، يكون عندي مرونة في وقت الذي أتابع فيه المقطع، أتابع فيه الجزء التعليمي قبل الذهاب إلى المدرسة أو قبل الذهاب إلى المحاضرة. إتقان المهارة العملية، وهذه تساهم بشكل رائع عبر ماذا؟ إنه لما يكون هناك اطلاع على المهارة النظرية بوقت كافي، أنا أستطيع أني أقوم بعملية التطبيق وأقوم بعملية البناء وأقوم بعملية المهارة داخل وقت المحاضرة. بالعكس، هذا سيعطي قدرة عالية للطلاب أنهم يتشاركوا ويتعاونوا وفي حل الواجبات والمشاركات والتطبيقات. بعكس لما يكون الوقت الأكبر لتقديم المحاضرة، فهذا سيسهم في إتقان المهارات العملية. توفير الممارسات والتدريب في بيئة التعليم، وهي أيضا مرتبطة فيما قبلها، أنه لما يكون هناك توفير في التعلم المدمج، راح يكون هناك توفير في الممارسة والتدريب داخل البيئة التعليمية. بعكس لما يمارس الطالب لوحده في بيته، سيمارس أمام المعلم، أمام الميسر، أمام أقرانه، سنجد هناك اختلاف في قدراتهم، نعلم أن هناك فيه تمايز في قدراتهم، فالأول يساعد الثاني والثاني ينبه الثالث، وبهذا الشكل يكون هناك تدريب متكامل يحقق الرضا في العملية التعليمية. بكل تأكيد لما نصل إلى هذا المستوى من التعلم والتعليم، ويكون قاعة الدرس عبارة عن خلية نحل من التدريبات والتمرينات والممارسات، بكل تأكيد سيحقق الرضا من التعلم، سواء لدى المتعلم أو لدى المعلم، وكذلك لدى ولي الأمر. قد في البداية لا يحقق الرضا لدى المسؤول، سواء مدير مدرسة أو موجه، لأنه سيجد القاعة كخلية نحل صوتا وإزعاجا نوعا ما، ولكن عندما يرى النتائج سيعلم أن التعلم المدمج وتطبيق النماذج اللي أوردها بروف بدر تسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التعلم. مصداقية التقييم، لأن ما يتم هو عبارة عن تطبيق وتنفيذ داخل القاعة، فبدل ما يقوم الطالب بحل الواجب في البيت، ممكن يحله هو، ممكن يحله أخوه، ممكن يعطيه إلى مدرس، ممكن وممكن 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 كثير، هنا يكون في مصداقية بحيث أنه يكون بشكل مباشر وتحت رقابة، وتحت أيضا ليس رقابة فقط بل مشاركة أيضا المعلم. دكتورنا الله يحفظك، مضى ربع ساعة، أنتم حاسبين للوقت كامل؟ طيب راح أستعجل قليلا، لأن في نقاط كثيرة ما سردتها. مستويات دمج العملية التعليم المدمج، هناك عدد المستويات اللي هو مستويات نظريات التعلم، ومستويات أسلوب التعلم، ومستوى وسائل التعلم، لن أدخل في تفاصيلها. كيف أطبق التعلم المدمج؟ طريقة التطبيق ليست صعبة، إما تسجيل مقطع فيديو إرساله للطلاب بأبسط أحواله، أقوم بتسجيل مقطع، ما نشترط جودة عالية، ولكن لابد يكون في جودة. تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي مثل التليجرام أو فتح قناة على اليوتيوب، وهذه لعل الدكتورة ستتحدث عنها بعد قليل. الاستفادة من المقاطع المتوفرة وإرسالها للطلاب وبتعيين منصة أدومي، منصة دروب. الاستفادة من التطبيقات التعليمية التي توفر شروح تطبيقات الأبليكيشن موجودة على الأجهزة الذكية. الاستفادة من الألعاب التعليمية وتطبيقها التي تساعد الطلاب على التعلم أثناء اللعب. تبني نموذج الفصل المقلوب، لن أطيل في تبني نموذج الفصل المقلوب، سأمر عليه مرور الكرام لأن الدكتور حسن سيأخذه بشيء من التفصيل. الفصل المقلوب هو أحد النماذج الموجودة في عملية، في فكرته دمج التقنية بحيث أنه يكون الفصل للتطبيق والتعلم المدمج والمنزل للتعليم.
دور المعلم في بناء تعلم مدمج باستخدام الفصول المقلوبة، بناء الفصل المقلوب وتجهيزه، تأكد من ملائمة التصميم، تشكيل الأنشطة التعليم، يقوم المعلم بوظائف مماثلة كمدربين، تشجيع الطلاب على القيام بالبحث والاستقصاء، المساهمة في توضيح كل ما يشكل على الطلاب، التشارك في بناء المعرفة، المتابعة مع الطلاب والتقويم. أيضا لماذا نحتاج أن نراعي التصميم التعليمي الفصول المقلوبة؟ لتحديد الأهداف، مراعاة استفادة الطلاب من الفصل المقلوب، الحرص على تهيئة الطلاب أن يكون المقطع يحتوي على دوافع لتحفيز الطلاب. هذه النقاط جميلة جدا. ابدأ ببساطة، كل هذه راح تكون متوفرة لديكم، العرض راح يكون متوفر في آخر الصفحة، راح يكون كيف أستطيع ضمان جودة التدريس باستخدام التعلم المدمج. أنا أعود وأقول دوما التصميم التعليمي هو الحل، وسيتحدث الدكتور علي عن التصميم التعليمي تفصيل، فلن أسهب في هذا الأمر. في التصميم التعليمي أيضا وفي هذا المجال أيضا نحتاج إلى موضوع أنك كيف تثير دافعية التعلم عبر استخدام التحفيز للطلاب، وهناك أربع نقاط أساسية: كيف أجذب انتباهه، وكيف يكون ما أقدمه ذو صلة، وكيف أكسب الثقة وأكسب كذلك الرضا، ونموذج سمارت للبناء خصوصا بناء الأحداث. الأهداف أحد النماذج المهمة التي يجب أن أراعيها في قضية البناء. أيضا عندنا هنا نموذج خان للتعليم الإلكتروني، نفس فكرة التصميم التعليمي، يحدد أمور كثيرة يريد أن يصل إليها. بعد ذلك التعلم المدمج والتعلم الطارئ، أول ما بدأت الجائحة كان هناك كثير من الحديث حول كيف ستدور الدائرة، ولعلي تحدثت كثيرا والدكتور بدر تحدث كثيرا في تويتر، وكنت أقول أن التعلم المدمج هو طوق النجاة الذي يجب أن نفعله في المرحلة القادمة حتى لا نعود إلى نقطة الصفر. يعني عندنا منصة مدرستي وعندنا إنجازات و بشكل كبير، فإن عدنا إلى ما كنا عليه قبل الجائحة فلقد فقدنا كل شيء. ختاما ولا أريد أن أطيل، هي إضاءات بسيطة ذكرتها حتى نفعل التعليم المدمج بشكل جيد، لابد أن نراعي نقاط كثيرة، منها تقليل أنصبة المعلمين ليبذلوا جهد كبير، ولعل الدكتور بدر غرج فيها قبل يومين أو ثلاثة، تجهيز المدرسة تقنيا لتكون قادرة على تبني هذا النمط، توفير نظام لبث وتسجيل الدروس في القاعات، حفظ الدرس، تبني نموذج الفصل المقلوب كأحد النماذج مثلا، ويمكن استفادة من البث المباشر المتزامن وغير المتزامن في نفس الوقت. أعتذر أني أطلت، لكن ما هناك بعض المعيقات التي تعيق تطبيق التعلم المدمج، وهي عكس النقاط التي طلبناها: إثقال كاهل المعلم، عدم وضوح دور المعلم، عدم الأرياحية والقلق، قلة الحوافز، الخوف من تجريب الجديد، عدم ملائمة البيئة الصفية، ضعف البيئة الرقمية، قناعات القيادات بفاعليته. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت بما قدمت، وأعتذر عن الإطالة. العرض كامل لمن أراد الحصول عليه موجود في هذا الكيو آر اللي على اليسار، فقط اعمل سكان الكيو آر وتجد العرض عندك على جوالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقت في ذلك. وأقول ختاما: تعلم المدمج مستقبل التعليم، وهو مهارة بشكل عام، والمهارة كما ذكر الزملاء قبل قليل أداة من أدوات النجاح، حتى تتقنها يجب أن تمارسها. لا تخف وابدأ من الآن حتى تصل، واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وشكرا لكم، وأسف على الإطار. شكرا لكم دكتور، الله يعطيك العافية على هذا العرض الرائع والمتميز. حقيقة في هذا العرض يعني ذكرت أهمية التعلم المدمج والأسس والنظريات التي بنيت عليها، أيضا جزئية أنه التعلم المدمج يعزز من إتقان المهارات العلمية في التخصصات. من حيث انتهيت أن احنا خرجنا من الجائحة بمكاسب كثيرة، لابد ولا يجب أن نعود إلى الصفر. الآن يشاركنا الدكتور حسن الزهراني، مشكورا في استاذنكم شاركنا الدكتور حسن الزهراني مشكورا في عرضه حول الفصول المقلوبة. تفضل دكتور حسن، حول موضوع تفاعل المعلم مع المتعلم في المحاضرات الغير متزامنة. تفضل، أحفظك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور واضح العرض، نذكر بإمكانية مشاركة الأسئلة الآن، الرابط الأسئلة موجود على الشات، أي سؤال يرغب الحاضرون بتقديمه للدكتور حسن مجرد كتابته وإن شاء الله نناقشه في نهاية الجلسة. تفضل دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد جدا بلقائكم هذا المساء مع هذه النخبة من المتحدثين، وأتمنى أن أوفق إن شاء الله في تقديم ما يفيد. طبعا قبل البدء أود أن أشكر جامعة الملك خالد ممثلة بمعالي رئيس الجامعة على الرعاية، وكذلك وكالة الجامعة وعمادة التعلم الإلكتروني على ما قدمت وتقدم من دعم لا محدود لأعضاء التدريس والطلاب لضمان الاستمرارية في التعليم في مسيرة التعليم خصوصا خلال الجائحة. في الحقيقة أود أن أستأذنكم أن يكون العرض باللغة، عرض الشرائح باللغة الإنجليزية والحديث باللغة العربية حتى تعم الفائدة لأكبر شريحة من المستمعين، وما سأقوم بتقديمه الآن هو امتداد لما عرضه البروفيسور بادر والدكتور سمير، فهم صراحة يعني بيسهلوا كثير علي فيما سأقدمه بإذن الله. قبل البدء في تقديم العرض لابد من التأكيد على أهمية التعلم الإلكتروني في هذا العصر، عصر التقنية والإنترنت. الحصول على المعلومة لم يعد بالأمر الصعب كما كان سابقا، فقد تحولت كثير من الجامعات حول العالم من الأسلوب التقليدي للمحاضرات المتمحور حول المعلم باعتباره الوسيلة الأساسية للمعلومة إلى أسلوب المحاضرات المطور الذي يتيح للطالب قراءة ومشاهدة المادة العلمية لأكثر من مرة قبل موعد المحاضرة في الفصل الدراسي، وبالتالي استغلال وقت المحاضرة لتطبيق المفاهيم وحل المسائل والتركيز على مشاركة الطلاب فيما بينهم. وهذا باختصار هو مفهوم الفصل المقلوب، وهو أحد أهم أساليب التعلم المدمج كما ذكر سعادة الأستاذ الدكتور بدر والدكتور سمير. ولتعزيز هذا المفهوم فقد أصبح تعريف بيئة التعلم أكثر شمولية الآن، ليشير إلى التفاعل الاجتماعي، الهياكل التنظيمية، والمساحات المادية والافتراضية Physical and Virtual Spaces التي تحيط بالمتعلمين وتعلمهم. كما ذكر الزملاء في الفصل المقلوب تتم إتاحة المادة العلمية للطلبة قبل وقت الحضور للفصل الدراسي، واستخدام الوقت في الفصل الدراسي لتطبيق استراتيجيات التعلم الأكثر تفاعلية مثل التفكير النقدي، المشاريع الجماعية، المناقشات، وبالتالي يتم تحويل التركيز بعيداً عن المعلم ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية. هذا هو تصنيف بلوم أو هرم بلوم، يعتبر من أشهر النماذج التي تصف مستويات الأداء الإدراكي. يشتمل هذا التصنيف على 6 مستويات تمثل المستويات الثلاثة الأولى، المعرفة، الفهم، التطبيق، هي المستويات الدنيا للتفكير، والمستويات الثلاثة العليا، التحليل، التركيب، التقويم، المستويات العليا للتفكير. ما هو الفرق بين استراتيجية التدريس التقليدي واستراتيجية التدريس بالفصل المقلوب؟ كما تلاحظون في هذا الشكل، في استراتيجية التدريس بالفصل المقلوب يمكن للطلاب إنهاء المستوى الأدنى من العمل قبل الفصل، قبل الحضور إلى الفصل، وعندما يحضرون إلى الفصل يمكنهم الانخراط في مستويات معرفية أعلى من التعلم مع أقرانهم والمعلم. ماذا أظهرت الدراسات حول استراتيجية الفصل المقلوب؟ يحسن نتائج الطلاب، وهذا تم عرضه سريعاً من الأساتذة الفضلاء قبل قليل، يحسن نتائج الطلاب، يزيد من مشاركة الطلاب، يعزز تنمية التفكير النقدي لديهم، يزيد الدافع للتعلم، يعزز مستوى المشاركات فيما بينهم، تعزيز الاهتمام بالمحتوى والموضوعات التي تدرس،
وتم نشر العديد من الدراسات ودراسات ذات مستوى عالي في مجلات مرموقة بهذا الخصوص. ما هي أهم المعوقات في تطبيق هذا المفهوم، مفهوم الفصل المقلوب قبل جائحة كورونا؟ كما أسلف الدكتور سمير في آخر شريحة يمكن عنده في العرض، كان التطبيق يتطلب التحول في طرق ممارسة أعضاء التدريس لتدريسهم، وكذلك يتطلب التغيير في الطرق التي اعتاد عليها الطلاب والطالبات في دراسة المحتوى. أيضا كانت هناك معوقات مثل المصاعب التي كانت تواجه في الفصول في الوصول إلى الإنترنت خارج المدارس والجامعات. خلال الجائحة كان التحول السريع إلى الفضاء الافتراضي هو الحل، وتم إيجاد حلول كثير لكثير من هذه المعوقات. الآن ننتقل إلى موضوع نماذج المحاضرات في التعليم الإلكتروني. في ذلك الفضاء الإلكتروني الذي كنا نتكلم فيه يوجد نموذجين للتدريس، نموذج تزامني ونموذج غير تزامني، تزامني synchronous و asynchronous غير تزامني. النموذج التزامني المتزامن هو البث المباشر للمحاضرات والتواصل الفوري مع الطلبة، وكان هذا هو السائد خلال الجائحة. الثاني هو النموذج غير المتزامن، وهو التواصل غير الفوري والذي يحدث من خلال استخدام لوحات المناقشات، وعادة في الجامعات خلال الديسكشن بوردز، لوحات النقاش في البلاك بورد LMS، وهو ما سأقوم بتقديمه والحديث عنه أكثر هذه الليلة. أولى الخطوات لتفعيل النموذج الغير متزامن بحيث يكون أكثر تفاعلية مع الطلبة يبدأ بالخطوة الأولى، وهي إنشاء مجلد خاص بعضو هيئة التدريس، خصوصاً في المقررات التي يقوم بتدريسها أكثر من عضو. عندنا في كل الطب مثلاً في قسم الجراحة عندنا مثلاً 20 عضو هيئة التدريس يدرسون نفس المقرر، كل واحد عنده تخصصه الخاص. كل عضو هيئة التدريس يجعل له فولدر خاص أو ملف أو مجلد خاص يضع فيه المحتوى الذي يقدمه للطلبة. كما تلاحظون المجلد يحتوي على جميع ملفات القراءة وكذلك المحاضرات المسجلة، وتكون متاحة للطلاب قبل فترة كافية من المحاضرة الأساسية. فيما يخص المحاضرات المسجلة فهي عبارة عن شرائح شبه فارغة كما تلاحظون، تهدف إلى تحفيز الطلبة للبحث عن المعلومة والاستنتاج والتحليل من أهم الأمثلة في كلية الطب ندرسها عندنا، هي دراسة الحالات وتحليلها الكيس ستاديز. الآن بعد ما نقوم بتقديم المادة العلمية ننتقل للخطوة الثانية، وهي إنشاء منتدى للنقاش، ويكون خاص للمادة العلمية التي تم عرضها، وهذا المنتدى هو وعاء النقاش. حيث يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد آلية النقاش، تحديد وقت لنهاية النقاش والمشاركات حتى يكون في انضباطية من قبل الطلاب. على سبيل المثال هنا نوعين من المشاركات في المنتدى، مشاركات الإجابة على ما تم طرحه من أسئلة في المحاضرة المسجلة. كما أسلفت المحاضرة عبارة عن شرائح شبه خالية، فقط تحتوي على صور على جداول، ويطرح في أثناء تسجيل المحاضرة أسئلة للطلاب لكي يتم الإجابة عليها في المنتدى. إذن فهم يستطيعون الإجابة على الأسئلة المتاحة من خلال المنتدى، وكذلك يستطيعون
طرح الأسئلة والاستفسارات حول محتوى المحاضرة الذي لم يتم فهمه على سبيل المثال، ويريدون الإجابة عليه. الإجابة لن تكون عن طريق عضو هيئة التدريس، الإجابة سوف تكون عن طريق زملائهم في المادة أنفسهم، ويتطلب ذلك أن يقوم المجيب على السؤال بذكر المرجع للإجابة على ذلك السؤال، وبالتالي يتعلم الطالب كيف يقوم بعملية الاستدلال العلمي. هذه مثالين، مثال هذا الأول لطالب أجاب عن سؤال طرح أثناء المحاضرة وأرفق إجابته بالمرجع الذي رجع إليه لهذه الإجابة. هذا مثال آخر لسؤال تم طرحه من أحد الطلبة، تمت الإجابة عليه من زميله، وبالإشارة إلى ذلك تم إرفاق المرجع للإجابة. هنا هذا فقط هذه المشاركة من الطالب إلى الطالب نفسه. مشاركة عضو التدريس قد تكون فقط لدعمه ولتحفيز الجميع للمشاركة. هنا الطالب طرح سؤال، ربما لم يكن هذا السؤال سهل أن تتم الإجابة عليه من زملائه، فتمت الإجابة عليه من قبل عضو هيئة التدريس. ما هي الفوائد، ما هي المزايا لهذا الأسلوب في التدريس؟ في الحقيقة هو يساعد على جعل الطلاب يمارسون التفكير والبحث والحصول على المراجع لإجاباتهم. ضمان مشاركة الجميع في المنتديات يتطلب من كل طالب على الأقل مشاركتين، على الأقل مشاركتين، فأنت تضمن بذلك مشاركة الجميع، ويوفر أيضا فرصة رائعة للطلاب للتعلم مع أقرانهم، هو البير ديسكشن الذي تطرق إليه الأساتذة الفضلاء أيضا فيما سبق. هل بالإمكان أفضل مما كان؟ هل يوجد في التقنية ما يمكن أن يساعد على جعل هذا الأسلوب في التدريس، خصوصا في أسلوب التعليم الاسينكرونس أو التعليم الغير متزامن يكون أكثر فعالية؟ نعم، هناك برامج ومنصات. من أشهر المنصات التي أعرفها أنا منصة يلودك. هذه المنصة تشابه إلى حد كبير في وظائفها وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، ممكن تعمل منشن، ممكن تعمل هاشتاج، وكذلك تصلك كل الإشعارات على الإيميل. يمكن أن تتضمن المنشورات في اليوديج على نصوص، صور، مقاطع فيديو، وكذلك بالإمكان عمل استطلاعات رأي، وكذلك توفر ميزة اختيارية للتقييم التلقائي لمشاركات الطلاب خلال الفصل. هذه المنصة أثبتت فعاليتها، وهي موجودة في الجامعات الأمريكية منذ 5 سنوات. بدأت في جامعة أريزونا والآن انتشرت على مستوى واسع، حتى هارفارد في بعض المقررات أصبحت تستخدم، ونتطلع صراحة لجلبها، ولا يراودنا شك صراحة في حرص القيادات الأكاديمية في جلب كل مفيد للعملية التعليمية. تم دراسة تقبل الطلبة لهذه الطريقة في كلية الطب، كانت دراسة لعدد ما يقارب 122 طالب وطالبة، وكانت النتائج المبدئية تشير إلى إيجابية هذه الطريقة في أسلوب التدريس من خلال البلاك بورد والال ام اس والديسكشن فورمز، منتديات النقاش. كانت الاجابات النتائج المبدئيه ايجابيه، خصوصا فيما يتعلق بتفاعل الطلاب والطالبات مع المحتوى العلمي المقدم وعضو التدريس. اتمنى ان لم
أخذ وقت إضافي، وسعيد جدا مرة أخرى بالمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك دكتور حسن، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة الرائعة. حقيقة تجربتك، يعني عرض التجربة وتجربتك في تدريس مقررات كلية الطب، يعطي انطباع على إمكانية استخدام التعلم أو استخدام نمط التعلم المدمج في تدريس المقررات العلمية والطبية وغيرها. أيضا دمج استراتيجية الفصل المقلوب، عرض ميزاته وعيوبه، ودمجه أيضا مع تعلم الأقران، تجربة رائعة. شكرا لك على مشاركتك. الآن مع أسئلتكم ونقاشكم نستعرض بعض الأسئلة. كما ندعو الجميع للمشاركة في بادلة الجلسة لعرض آرائهم واستفساراتهم عبر الكود اللي أمامكم. مشاركاتكم واقتراحاتكم تكون عبر البادلة. الأسئلة الآن بنبدأ نستعرض بعضها. الدكتور بدر الصالح، في سؤال الله يحفظك، ما مدى الاختلاف بين مخرجات التعلم المدمج والتعلم الإلكتروني؟ والله هذا يعني ما عندي حقيقة إجابة مباشرة. التعلم الإلكتروني ما أدري مقصود، يعني التعلم الإلكتروني داخل قاعة الدراسة باستخدام وسائط رقمية ووسائط إلكترونية، والتعلم المدمج المقصود فيه في هذه الحالة أنا أفهم أنه تعلم عن بعد. فإذا الحقيقة السؤال عن المقارنة بين نتائج أو مخرجات التعلم وجها لوجه مدعم بالتقنية والتعلم عن بعد، أنا أتصور هذا، يعني يمكن هذا خلونا أعطي إجابة عامة. الحقيقة التعليم عن بعد أساساً هو للكبار، وبدأ في وسط القرن التاسع عشر، وسبق أن حقيقة يعني أنا يمكنني ما هذا شيء نسيت، ما كتبته على في السلايد الأول الشريحة الأولى، عندي موقع dr-salih.com، وعليها الحقيقة يمكن 15 محاضرة افتراضية خلال السنة ونص الماضية في التعليم عن بعد ونتائج نواتج تحسين نواتج التعليم عن بعد، ويعني كثيرة الحقيقة، فبالإمكان الحقيقة الرجوع لها. في بعضها الحقيقة كنت أنا أذكر الحقيقة ردا على بعض التساؤلات، هل فعلا التعليم عن بعد ينجح ولا ما ينجح؟ إحنا عندنا الآن الجامعة السعودية الإلكترونية، ويقال أنا سمعت وليس لدي بيانات أن خريجين يعني على مستوى جيد. الجامعة العربية المفتوحة وهي طبعا نموذج مصغر من الجامعة البريطانية المفتوحة، حتى أننا ما أن 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 برامجها يعني تعتمد من الجامعة البريطانية. فهذا يعني لدينا نموذجان طبعا لتعليم الكبار، هذا أساسا. نتائج الحقيقة الدراسات ما يسمى بالميتا أناليزيس ستوديز، دراسات التحليل البعدي، مئات من الدراسات، وأنا مسؤول عن هذه العبارة، كلها في النهاية وصلت إلى نتيجة أسموها بأنه ظاهرة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية. يعني أحيانا التعليم عن بعد أفضل، وأحيانا التعليم وجه على وجه أفضل. فإذا هذا يعطينا مؤشر إنه هذا الجانب من التعلم المدمج اللي هو عن بعد، وطبعا مدعم بتعلم وجها لوجه في التعلم المدمج، أنا أعتقد هذا يعني يعطينا نوع من الطمأنينة، وإنه جيل المستقبل خصوصا جيل ألفا الذين ولدوا بين عامي 2010 و2015، يعني أعمارهم يمكن الحين بين 6 و11 سنة، هؤلاء الآن يستخدمون الأجهزة المتنقلة، الهواتف الذكية، والدخول على برامج، ويعني شيء أنا أشوفه بالأحفاد الصغار أعمالهم 4 سنوات. يعني هذا الجيل اللي ذكر عنه في 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 كتاب مهارات القرن الحادي والعشرين، تعلم الحياة في زمننا، ترجمته عام 2014، هو المؤلفان يقولان أنه سيأتي جيل سيقول كيف كنتم تعيشون بدون هذه الأجهزة. يعني لذلك الحقيقة
يعني وزارة التعليم يعني بإدارة معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزيرها الحقيقة أكدوا على أن التعلم المدمج سيكون جزء من برامج التعليم في المستقبل بالنسبة للوزارة، وأنا أعتقد هذا اتجاه صحيح، لأنك أنت تهيئ طلاب للعيش في عالم رقمي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ومن يتابع ندوات الثورة الصناعية الرابعة وإلى آخره الـ OECD سيجد الحقيقة كثير من التحديات التي تواجه نظم التعليم الآن، ونظم التعليم التي يعني لن تتخذ قرارات سريعة بتطوير منظومتها التعليمية بكل مكوناتها لكي تتواءم مع هذه التغيرات، أنا أعتقد ستعاني كثيرا. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الأستاذ هنا السؤال هنا للدكتور سمير النجدي، كيف نستطيع رفع دافعية التعلم للمتعلمين عن بعد؟ أو أيضا ممكن نضيف فيما يتعلق بالجزء الإلكتروني في التعلم المدمج، كيف نزيد فاعلية أو دافعية التعلم لدى المتعلمين؟ زيادة الدافعية تحتاج إلى أن يكون هناك شيء يجذب المتعلم. يعني لعلي أضرب مثال دوما سمعته من البروفيسور يعني الله في أحد الجلسات، يقول أيهما أجمل، الفراولة أم الدودة؟ سؤال يطرح نفسه، يعني ما أتوقع أحد من الجالسين بيقول الدودة أحسن من الفراولة، لكن هناك دافعية. لو تحط الفراولة للسمكة ما فكرت أنها تجي وتأكل السمكة وتأكل الفراولة، لكن حط لها الدودة راح يكون عندها دافع أنها تأتي. هذا يقودنا إلى إجابة على السؤال، كيف أستطيع أن أبني تعليم إلكتروني أو تعليم عن بعد أو تعلم عن بعد، تعليم عن بعد أو تعلم مدمج أو حتى تعلم وجه إلى وجه يقيس دافعية الطالب. أنا ذكرته لعلي مررت عليها بشكل سريع، اللي هو نموذج كلير للحافز. نموذج كلير للحافز هو عن دافعية المتعلم، يركز على 4 نقاط: الانتباه، كيف تجذب انتباه المتعلم، هذا أولا. يعني من غير المنطقي لما أجي أعلم طلاب سنة أولى الحروف الهجائية واجيب له حرف الباء واقول له بطريق، يا اخي انا اقول له بطريق لو اني ساكن في القطب الشمالي، لكن انا في ساكن في منطقه صحراويه اجيب له مثال من حياته يجذب انتباهه، هذا اولا. وثانيا ذو صله من بيئته الموجوده. اذا اولا لابد اعلم كيف اجذب انتباه الطلاب، وهذه نقطه مهمه، حتى تجذب انتباه الطالب في التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد تحتاج إلى بذل جهد أكثر. لما تكون في القاعة تستطيع أنك ترى الطالب إذا هو معاك ولا لا أو بدأ يسرح، لكن في التعلم الإلكتروني لا، هو خلف الشاشة وأنت تحتاج إلى بذل جهد أكبر حتى تستطيع جذب الانتباه. لذلك حتى تخرج من هذا اللبس تحتاج إلى قضية تعزيز استراتيجيات التعلم النشط، عبر يكون هناك أنشطة للطلاب يشاركوا معك، تجيب لهم أمثلة من حياتهم اليومية. أنا كنت أدرس الطلاب من السنة الأولى مهارات التفكير، كنت أحيانا إذا في مباراة أجلس أحضرها وأذاكر وأسأل علشان بكرة لما أجلس مع الطلاب أضرب أمثلة. أمثلتي دائما ترتبط معهم في التفكير والتفكير الناقد، كيف اللاعب الفلاني، الكرة الفلانية، طلعات البر، أنواع السيارات، من بيئته تجذب انتباهه. لكن لما أجي أضرب له مثال وأقول العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال، ما راح يفكر فيها. هذه لما أكون أتكلم مع علماء أو مع شخصيات كبرى. ثانيا الصلة، إذا أولا الانتباه، ثانيا الصلة، لابد يكون هناك صلة بينما أطرح وبينما يعيش الطالب وبينما يشعر به. يعني من غير المنطق، من غير المنطق إننا الطالب مثل ما ذكر البروف بدر يعيش في جيل الألفة، الجهاز جزء من حياته اليومية، وعندما يدخل إلى قاعة الفصل يعود إلى القرن 17، صبورة طباشيرية ولا صبورة بيضاء وقلم. طيب هو عايش مع التقنية وولد مع التقنية وحياته كلها مبنية على التقنية. يعني تخيلوا، ما ودي أن أطيل لكن لابد نذكر هذه النقاط. أنا انتقلت من بيت إلى بيت
وكان عندي ألياف، وعندما انتقلت ما أخذت لي 3-4 أيام، بناتي يقولوا يا بابا أنتم كيف عايشين بدون نت؟ لاحظ، مع أني أنا ترى جايب لهم نت، جايب لهم المودم هذا اللي أبو 1 جيجا مدري واثنين جيجا. فالآن اللي إحنا نستطيع أن نقول له، إذن أولا الانتباه، ثانيا الصلة، ثالثا الثقة. متى ما فقد الطالب ثقته بمعلمه لن يتقبل منه أي شيء. احذر أن يفقد طالبك ثقتك، الثقة فيك. ورابعا التعزيز، يجب أن نحرص على قضية التعزيز، يجب أن نعزز للطالب كلمات شكر، ثناء. يعني الآن ولابد أن أراعي قضية التعزيز أنها تتلائم مع خصائص الطالب. يعني مو منطقي أدرس طالب في ثالثة جامعة أو ثانية جامعة وشارك معاي أروح أشيل نجمة ولزقها على رأسه. صحيح. لكن طالب في أول ابتدائي يشوف أنه وصل السماء. إذن هذا يقودنا كله إلى قضية التصميم التعليمي. أنا لابد أن أراعي خصائص وإجراءات التصميم التعليمي، لابد يكون عندي تحليل كل المعطيات، خصائص المتعلمين، البيئة الموجودة، كل ما هو موجود، وبعد ذلك أبدأ أصمم بمراعاة نموذج كلير للحافز، وأيضا مراعاة سمارت لتحديد الأهداف. لابد يكون الهدف محدد، الـ M measurable، الـ A attainable، الـ R والله نسيت، الـ R والـ T، الـ T بعد ذلك related، والـ T timeable اللي هو الزمن. فالقضية ما هي قضية أنه فقط أحول المحاضرة النظرية إلى محاضرة عن بعد، هناك إجراءات يجب أن نتبعها. وأعتذر على الإطالة لأن الموضوع جدا هام ولابد أن نتطرق إليه بشيء من التفصيل. يعطيك العافية دكتور، بالعكس سعدتنا وسعدتونا جميعا. سؤالنا الأخير للدكتور حسن، تطبيقات دكتور استفدت منها في التعلم، في استراتيجية التعلم المقلوب، وجدت لها أثر؟ شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة احنا الآن الحمد لله الجائحة كها أثر إيجابي على تقبل عملية التدريس. الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح هنا. واضح الصوت؟ هنا. هنا عندي يمكن شوي، لأن أصبح تقبل أعضاء التدريس والطلبة لاستغلال فعلا البرنامج المتاح والمنصة المتاحة LMS عندنا في الجامعات السعودية أكثر بكثير من سابق، من السابق قبل أسلفت في أحد الشرائح. هناك برامج ومنصات ممكن أن تدمج مع منصة البلاك بورد والمشاركات، وتكون أكثر تفاعلية بين عضو التدريس وبين الطالب. وذكرت مثال لهذا كما أسلفت، لها 5 سنوات الآن في أمريكا، وعندهم تمدد واسع مارست خلال دراسة ماجستير في جامعة روشستر، سها في ذاك الوقت من أميز المواد على الرغم أنها كانت غير تزامنية. كلنا ثقة بإذن الله أن يعني تستقطب مثل هذه التقنيات، خصوصا كما أسلف الأساتذة الفضلاء أننا نتعامل الآن مع جيل تقنية، مع جيل عاش في التقنية، ولد على هذه التقنية، فلا بد أن تكون منصاتنا أيضا ذات بعد يمس هذا الجيل. حفظكم الله. يعطيكم العافية دكتور، صوتك سمع. سعادة الدكتور سعد أكيد أنه حاضر وسمع يعني طلبك هذا، ونشوف سعادة العميد أيضا عميد التعليم الإلكتروني دكتور نايف إن شاء الله وصل الطلب إن شاء الله، وبإذن الله ما يقصرون جميعا. نختم بإذن الله شاكرين لكم جميعا مشاركتكم وإثراءكم لهذه الجلسة. حقيقة طلعنا بعض بملخص لما تطرق له المتحدثون في هذا اليوم.
مما تطرق لنا متحدثين في هذا اليوم مفهوم التعلم المدمج وما هي نماذجه في القرن 21 وكيف ظهرت مصطلحات ومفاهيم مختلفة قد تسبب التباس وخلط بين الناس. دكتور سعادة الأستاذ دكتور بدر عرض هذه الاختلافات واتفقت جميعا على أنها عبارة عن عناصر تعليمية وعناصر تقنية. أيضا للتعلم المدمج نماذج مختلفة مثل المرن والانتقائي والمكثف والمتناوب والذي له أربع أنواع تعتبر ممزوجة بين التزامن والغير متزامن والجماعي والفردي. مبررات وميزات استخدام وتفعيل التعلم المدمج تتمثل في الجمع بين فوائد التعلم عن بعد والتعلم وجها لوجه واكتساب المهارات الناعمة والتي تعد مطلب أساسي في عصرنا الحالي. وأخيرا زيادة دافعية التعلم لدى المتعلمين ومراعاة الفروق الفردية مما يعطيهم الدافعية للتمايز بالإضافة للمرونة التعليمية وتوفير الممارسة والتدريب في بيئة التعلم إضافة إلى مصداقية التقييم. أهمية مجتمع الاستقصاء في التعلم المدمج وخصوصا الحضور والذي له ثلاثة أنواع تتمثل في الحضور التدريسي والاجتماعي والحضور المعرفي. التصميم التعليمي وأهميته كأساس لتصميم العملية التعليمية والذي ينطلق من التعلم ويبنى عليه التعلم المدمج. قدم الأستاذ دكتور بدر الصالح خطوات رئيسية مقترحة لتأسيس برنامج التعلم المدمج، كما قدم دكتور سمير النجدي خطوات لتطبيق التعلم المدمج بأبسط صورة، وشاركنا أيضا الدكتور حسن الزهراني بتجربته الشخصية في تدريس مقرراته في كلية الطب. استعرض الدكتور حسن أيضا الفصول المقلوبة كنموذج للتعلم وكيف توسعت بناء على البيئة التعليمية ليكون الطالب هو المحور العملية التعليمية، واستراتيجية التدريس بالفصل المقلوب تحقق المهارات الإدراكية العليا في هرم بلوم، وتطبيق هذا النموذج يتطلب تبني من قبل أعضاء التدريس والطلاب لتفعيله بشكل صحيح. شكرا لكم، سعيد جدا بمشاركتكم وسعيد بوجودي معكم. نستأذنكم في 10 دقائق قبل البدء إن شاء الله في جلسة الملتقى الثاني. شكرا أثريتوا هذا اليوم وخرجنا بالجديد والمفيد، والله يعطيكم العافية جميعا. شكرا لكم جميعا، سعدنا بهذا اللقاء معكم اليوم. صدقا جامعة الملك خالد تميزت بشكل كبير في تبني التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. أسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوقف إلى صلاة العشاء إن شاء الله ونعود إلى جلسة الملتقى الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، أقل من 10 دقائق ونرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم مرة أخرى ضيوفنا الكرام. شكرا الأستاذ عبد الله الشهراني على إدارة الجلسة الماضية، بصراحة إثراء جميل ورائع في أدوات وأساليب استخدام التعلم على أرقى المستويات، واستفدنا منها الوافر والكثير، وأصداء حتى حضورنا الكرام أصداءهم يعني نالت إعجاب الكثير ولله الحمد. اسمحوا لي الآن أن ننتقل إلى الجلسة الثانية. الجلسة الثانية بعنوان تصميم المقرر الدراسي في التعلم المدمج. راح يكون بإذن الله سبحانه وتعالى إدارة هذه الجلسة عند الأستاذة سرة، ماجستير في تقنية التعليم ومهتمة بالذكاء الاصطناعي وأيضا مهتمة بالابتكار المؤسسي، وهي أيضا مدربة في عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. الأستاذة سرة إليك المايك، تفضلي. شكرا لك أستاذ أحمد، يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم جميعا في الجلسة الثانية والأخيرة من اليوم الأول للملتقى الافتراضي للتعليم المدمج، تحديات جديدة وممارسات مبتكرة. كما تعلمون كيف أثرت جائحة كورونا على تكنولوجيا التعليم كما نعرفه اليوم،
وكيف أصبحت هذه الجائحة ساعت الزمن لإحداث نقلة نوعية في التعليم من أجل البقاء والقدرة على التحول باستخدام التقنيات والتحديثات في أساليب واستراتيجيات التعلم الحديثة. في هذه الجلسة بإذن الله نعيد تعريف التصميم التعليمي بشكل يخدم جديد العملية التعليمية لأهمية علم تصميم التدريس بأصالته وحداثته، وكيف أنه يلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في الارتقاء بالعملية التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة، مما يسهل عملية التفاعل والتواصل بين الطالب والمقرر الدراسي. في هذه الجلسة سوف يشارك فيها نخبة من المتخصصين في تقنيات التعليم، بداية مع الدكتور علي آل حراملة، أستاذ التصميم التعليمي المساعد ورئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد. أيضاً نتشرف بالدكتورة تغريد الرحيلي، أستاذ تقنيات التعليم المشارك. أيضاً معنا الدكتورة دلال العباسي، أستاذ تقنيات التعليم المساعد ورئيسة قسم التربية بجامعة دار الحكمة. باسمي وباسمكم جميعاً نرحب بهم، وأيضاً يمكنكم التدوين أسئلتكم واستفساراتكم على الرابط التالي المتاح على الشات أو الموجود في الشاشة، كما يسعدنا استقبال مشاركاتكم وتعليقاتكم على الرابط التالي أيضا، رابط بادلت الظاهر أمامكم في الشاشة والمتاح لديكم على الشات. بداية راح نبدأ مع الدكتور علي الحراملة في ورقة بعنوان التصميم العكسي ودور التصميم التعليمي في العملية التعليمية. فمرحبا بك دكتور علي. مرحبا بكم جميعا. تفضل دكتور علي، ممكن تشارك الشاشة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان إلى معالي رئيس جامعة الملك خالد على رعايته لهذا الملتقى المتميز، وإلى سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية على تشريفه لهذا اللقاء، وسعادة عميد كل عمادة التعلم الإلكتروني، وإلى كافة الزملاء والزميلات مدراء جلسات الحوار، وإلى كافة المتحدثين في هذا الملتقى. وعظيم الشكر وجزيل الامتنان إلى هذا الحضور المتميز، والذي يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى الرغبة الحقيقية في تكوين اتجاهات إيجابية والاستفادة كذلك من خبرات المختصين وتطوير مهاراتنا سواء في التعليم العام أو العالي، بما يخدم وينعكس إيجابا على كفاءة العملية التعليمية. وهذا الحضور وهذه في هذا الملتقى أحد المؤشرات الحقيقة أو المحفزات الصح التعبير للخبراء والمختصين وللمؤسسات المعنية في تقديم مثل هذه الملتقيات وتطوير المهارات المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس. فأنا أعبر حقيقة عن سعادتي بأن أكون متحدثا في مثل هذا الملتقى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدقائق المعدودة بالتوفيق لأخيكم في أن يقدم ما يفيد الجميع بإذن الله عز وجل. انتهينا في الجلسة الأولى إلى المفاهيم العامة حول التصميم التعليمي والتعلم المدمج وبعض التطبيقات التي تطرق إليها دكتورنا الأستاذ الدكتور بدر الصالح، وكذلك الدكتور سمير النجدي، وكذلك الدكتور حسن، وقد امتعونا حقيقة واستفدنا مما قدموه من خبرات ومن توضيح للمفاهيم وإزالة لللبس لدى بعض المنتسبين للميدان التعليمي والتربوي. وأحسب في هذه الجلسة أو عند هذه النقطة من هذا الملتقى بأن مفهوم التعلم المدمج أصبح واضحا لدينا جميعا مما ناقشه الزملاء في الجلسة الحوارية الأولى، ومن هذا المنطلق سأنطلق الآن مع الدكتورة تغريد والدكتورة دلال حفظهم الله إلى التركيز في هذه الجلسة بإدارة الأستاذة سراء، إدارة إن شاء الله متميزة، حول التصميم التعليمي بشكل عام وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعلم المدمج. والحديث عن التصميم التعليمي ذو شجون الحقيقة، ولكن ربما البعض يقول هل سمعت سابقا عن التصميم التعليمي أو شيء من هذا القبيل، ربما نتفاجأ ببعض الإجابات. ولست يعني في مقام أني أعيد ما ذكره الزملاء، ولكن هنا يعني سؤال أو ملاحظة بسيطة عن دور التصميم التعليمي في العملية التعليمية.
الكل ربما يعرف التصميم التعليمي، ولكن أذكركم بتعريفه، حيث أنه يعتبر عن سلسلة من الخطوات أو العمليات المنهجية التي تقوم بترجمة مبادئ التعلم والتعليم إلى خطط عملية. هذه الترجمة لتلك المبادئ، ما المراد منها؟ المراد منها تطوير المواد التعليمية، تطوير الأنشطة التعليمية، تطوير استراتيجيات التعليم، تطوير مصادر المعلومات، تطوير أساليب واستراتيجيات التقويم بشكل عام. فلما نتحدث الآن إن في ترجمة لمبادئ التعلم والتعليم، من أين تستقى هذه المبادئ؟ من نظريات التعلم كما ذكر الدكتور سمير في عرضه السابق. نظريات التعلم ركن أساسي وركيزة كبيرة للتصميم التعليمي. لماذا؟ لأنها تفسر ماذا أو كيف يحدث أو تحدث عملية التعلم، كيف يتعلم الناس. إحنا الآن لنا خبرات في تختلف خبراتنا ربما في الميدان التربوي والتعليمي، وهذه مهنتنا تعليم الناس، تدريب الناس، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي أو التدريب أو غير ذلك في القطاعات حكومية وأهلية. لا ينبغي علينا معرفة كيف يتعلم هؤلاء. النظريات التعلم فسرت كيف تحدث عملية التعلم من عدة زوايا مختلفة: النظرية السلوكية، البنائية، الاجتماعية، المعرفية، نظرية الاتصال، وهكذا. من هذا المنطلق أبدع العلماء في إيجاد مجموعة من النماذج التي تفسر عملية التخطيط، إلى ترجمة تلك المبادئ إلى عملية إلى مخطط. هذه المبادئ تساعد المعلمين والأعضاء هيئة التدريس في إعداد المحتوى التعليمي وإعداد الأنشطة وإعداد كذلك استراتيجيات التدريس وهكذا. تلك النماذج كثيرة ومتعددة جدا، والحديث عنها يطول، لكن هذه النقطة فقط لجذب الانتباه الزملاء والزميلات في الميدان التعليمي بكافة القطاعات إلى أهمية التصميم التعليمي. وتجدر أهميته بشكل كبير جدا عندما نشوف الهاشتاغات أو الحديث الاجتماعية أو اتجاهات بعض المعلمين والمعلمات، والله التعليم عن بعد يصلح هنا لكن ما يصلح هنا، التعليم الإلكتروني ممكن يناسب فئة كبيرة لكن ما يناسب فئة صغيرة. هذه الأحكام التي نصدرها هل كانت وفق أسس صحيحة؟ أعتقد أن ذلك يشوب شيء ما. هل خبراتنا التي مارسناها في العام الماضي أو ما قبله لمن مارس التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، هل مارسناها وفق مبادئ وأسس التصميم التعليمي أم لا؟ عندما نريد الحكم على شيء معي لازم نخضع ذلك للبحث العلمي، والبحث العلمي هو الذي سيخبرنا بتلك النتائج. فأقول هنا إن أهمية التصميم التعليمي لي كمعلم أو كمعلمة أمر يعني في غاية الأهمية حقيقة، بغض النظر عن التخصص، بغض النظر عن المستوى التعليمي، بغض النظر عن الجهة التي تعمل أو تعملين فيها. فيجدر بنا الحقيقة إعطاء هذا شيئا من القراءة، من الاهتمام، من الاطلاع، من أخذ الدورات، الالتقاء بالخبراء، بالمختصين، كذلك الجهات المعنية من مؤسسات وهيئات ومدارس ووزارات وغير ذلك، إنها تلقي الضوء على مثل هذا الهدف، منه تطوير مهارات من يقوم بتعليم الناس في أي قطاع وفي أي مكان كان. فيهدف التصميم التعليمي بعد هذا إلى جعل التعليم أكثر كفاءة، أكثر فاعلية وأقل صعوبة، more efficient and effective and less difficult. هذه لازم تكون نصب عيوننا. إذا أنا والله بصمم شغل تعليمي وأتعب وكذا وإلى آخره، وأدمج وسائل تقنية متعددة وأضيف يعني أدوات تقنية عالية، وفي الأخير ربما أنني أرفع مستوى القلق لدى المتعلمين، ربما إن ذلك قد يعيق عملية يعني كفاءة التعلم ربما. لكن المعيار في هذا هو أن يتم اختيار تلك الأدوات، ذلك التصميم، وفق أسس التصميم التعليمي، وهذا له يعني مجاله. فأنا في هذا المساء إن شاء الله عز وجل أحاول أن أنتقل إلى نوعا ما شيئا تطبيقيا في هذه العجالة، إلى كيف
أصمم محتوى تعليمي في التعليم أو في التعلم المدمج. عندي الأسبوع القادم والذي يليه ربما أني أطبق سياسة التعلم المدمج. هذه العجالة البسيطة جدا ربما أنها تساعدنا ولو بشيء قليل لفتح الأذهان وتسليط الضوء وجذب الاهتمام، وكذلك قبل هذا كله تغيير القناعات أو تكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدام مثل هذا النموذج. كما أسلفت النماذج جدا كثيرة ومتعددة، لكن في هذا المساء اخترت باكورد ديزاين، التصميم العكسي، اللي عندما رأيت في أهداف الملتقى وكذلك أن الغالبية ربما من التعليم العام وكذلك الزملاء والزميلات في التعليم العالي، أنتم خبراء يجب أن تثقون في هذا المجال، أنتم خبراء في المحتوى التعليمي، أنت خبير في مادتك العلمية وأنت خبيرة في مادتك وفي محتواك العلمي وكذلك في طرائق التدريس وكذلك في أساليب التقييم. نعم نحتاج إلى التطوير هذا بلا شك، لكن ثقوا في أنفسكم في هذا المجال. فهذا لذلك تجاهلنا كثيرا من نماذج التصميم التعليمي التي تتطلب مستوى أولي في التحليل، تحليل الأهداف التعليمية وخبرات المتعلمين، وهذا أمر إيجابي، لكن لأن الآن الكتب المدرسية مصممة وجاهزة، الوحدات التعليمية موجودة، المحتوى التعليمي موجود، الأهداف موجودة، الفئات المستهدفة موجودة سواء كانت التعليم العام أو العالي. أنا والله بدرس طلاب البكالوريوس من المستوى الثاني في المحتوى الفلاني، هذا طلابي أنا أعرفهم، أعرف مستوى خبراتهم وإلى آخر بشكل عام يعني يتكلم. أدرس طلاب الصف الخامس الابتدائي، أعرف مهاراتهم، أعرف كذلك يعني مستوياتهم وهكذا. أنا أتكلم عن الخصائص العامة، فهذا يعني إحنا مكفيين في هذا إلى حد ما. لذلك أغلب نماذج التصميم التعليمي تتطلب مثل هذه المهارات. في هذا المساء نكتفي فقط بهذا التصميم لأنه يخفف علينا عبئا كبيرا. فالتصميم العكسي يعني ليس جديدا، هو قديم على أي حال، وهو في كتاب Understanding by Design لويجنز أند مكتاينج 1998، ولكن لا يزال فعال خصوصا في التعلم المدمج. يختلف عن بقية نماذج التصميم، هو له ثلاث يعني مراحل سأتي عليها إن شاء الله بعد قليل ونشرحها بالعربي بالتفصيل، ونرى كذلك ماذا يجب أن نعمل في كل مرحلة. يختلف عن النماذج الأخرى، نجد النماذج الأخرى يعني زي الأيدي مودل والتي باك وسامر وغيرها من النماذج تهتم ربما في عملية أو تركيز كبير جدا على التدريس أكثر من عملية التعلم. هذا يختلف. لاحظ هنا Identify Desired Result، نحدد النتائج المغروبة، عفوا المرغوبة، بمعنى نحدد الأهداف التعليمية. ثم بعد ذلك في النماذج التقليدية السابقة نحدد الأهداف، هنا نحدد أساليب التقييم، ثم بعد ذلك نقوم بتصميم الأنشطة التعليمية في ضوء ما تم تحديده في المرحلتين السابقتين. هذا هو مفهوم التصميم العكسي اللي هو backward design الذي يختلف عن forward design. نجد هنا يركز بشكل كبير جدا على تعلم الطلاب وعلى مستوى فهمهم. لماذا؟ لأنني أصمم النشاط للطالب لكي يتقن التقييم الذي سيعطى له، إما اختبار أو مشروع أو ما إلى ذلك. هذا التقييم بلا شك أنه مصمم وفقا لتحقيق أو بغية لتحقيق الهدف المراد تحقيقه في شخصية المتعلم. كذلك يشجع المعلمين على المضي قدما في خطوات التصميم التعليمي، ويساعدهم كذلك على تحسين مستوى الفهم للطلاب. فنبدأ بهذه المراحل، المرحلة الأولى لتحديد الأهداف التعليمية. ربما نكون مكفيين إلى حد ما خصوصا في التعليم العام، إن أغلب الكتب والوحدات التعليمية أهدافها ربما واضحة، وإن لم تكن كذلك فأعتقد ليست صعبة على المعلمين والتربويين بشكل عام في إيجاد أو صياغة أهداف قابلة للقياس. ما هي المعلومات المراد يعني تحقيقها، المفاهيم، الحقائق، المبادئ، ما هي المفاهيم والأفكار كذلك، ما هي المهارات إذا كان في خطوات إجراءات معينة، هذه تحدد في سياق الأهداف التعليمية. كذلك بعد تحديدها ومعرفة ماذا يجب على المتعلم تعلمه، ننتقل إلى الخطوة التي تليها اللي هي تحديد أساليب التقييم. إذن عندنا هدف، وكيف نقيم المتعلم، كيف نتأكد من تحقيق الطلاب لتلك النتائج المرغوبة، كيف نتأكد من تحقيق الطلاب لتلك الأهداف السابق تحقيقها.
إذا لازم نحدد أساليب تقييم مناسبة. وفي الحديث هذا يطول، ورأينا كذلك مع الجائحة إن الميدان التربوي انتقل بنفس التدريس التقليدي، نفس الفكر في قياس مخرجات التعلم إلى في التي كانت تستخدم في التعلم التقليدي أو التعليم التقليدي إلى الأونلاين ليرنينج، ويريد أن يختبر الطالب أونلاين ليرنينج، ويريد أن يقيس مستوى الطالب بنفس الطرق التقليدية. إذن هنا الخلل أن يكمن في التصميم التعليمي، يعني لم نحدد البيئة التعليمية، ولم كذلك نضع الأساليب المناسبة لتلك البيئة، لم نضع الأنشطة المناسبة لماذا؟ لتلك البيئة الخاصة التي يتعلم فيها الطلاب. فأساليب التقييم ليست بالأمر هين، يعني مسألة الأساليب كما ذكر الدكتور حسن في بلوم تاكسونومي المستوى المستويات الدنيا، وكذلك أساليب التقييم ربما تكون ضعيفة إلى حد ما. في البيئة التعلم الإلكتروني أو المدمج يجب أن نرقى في المستويات إلى بحيث تكون أساليب التقييم تقود الطالب إلى التطبيق، التحليل، التركيب، الإبداع وهكذا. ما هو المستوى المقبول الذي من خلاله نتأكد بأن الطالب حقق فهما كافيا لذلك المحتوى؟ إذن هذه المرحلة لو تلاحظ الأمر نوعا ما معكوس، نحدد الهدف، نحدد أساليب التقييم. أين الأنشطة؟ الآن يأتي الدور الأنشطة والتي تحتل جزء كبير جدا من جهد وعمل المصمم التعليمي أو المعلم. هنا نصمم الأنشطة التعليمية. ما هي الأنشطة التي ستزود الطالب بالمعرفة والمهارات اللازمة؟ أنت الآن أصبحت في هذه المرحلة، الهدف موجود محدد، وكذلك طريقة التقييم محددة. إذا ما هو النشاط الذي سيساعد الطالب على تحقيق ذلك التقييم الذي سيساعد على فهم تلك المهارة أو ذلك المفهوم؟ كذلك ما هي المعارف والمهارات اللازمة؟ ما هي المواد مصادر المعلومات الأنسب لتحقيقها؟ الحديث الآن لا يزال إنشائي. إذا أنا عملت تمبلت بسيط قالب، ومن خلال اطلاعي على بعض النماذج وكذلك من خلال خبرتي مع طلاب الماجستير تصميم مواد التعليم عن بعد، عملت قالب بسيط لعله يساعدك أو يعطيك بعض الهنتس البسيطة، بعض الإشارات في أن تطبق. إلى أن نريد أن نطبق التعلم المدمج في الأيام القادمة، كيف لنا أن نطبق مثل هذا؟ وفقا للتصميم العكسي هذه بعض المراحل. المرحلة الأولى قلنا بها تحديد أهداف تعليمية، هذه المرحلة الثانية تحديد أساليب التقييم. لأهداف تعليمية ربما تجدها موجودة عندك في الكتاب أو أن تقوم بصياغتها، قد تكون هذه أهداف وحدة تعليمية، ربما الوحدة تستغرق أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، حسب الفئات العمرية، حسب المحتوى، حسب أهداف الوحدة. ربما يكون درس تعليمي صغير قصير جدا، ربما يكون للبرنامج كامل، فهذا بعد يناسب على مستوى يعني أطول أو أوسع. أساليب التقييم كذلك تحدد كيف أقيس هذه الأهداف، فأنا أحدد الأساليب المناسبة. هنا يأتي يعني المحك في عناصر خطة الدرس، وهل المرحلة الثالثة الأنشطة لداخل الفصل الدراسي الفيس تو فيس الوجه لوجه، وأنشطة خارج الفصل الدراسي اللي هي بتكون أونلاين. إلى الآن إحنا نجمع بين البيئتين، نجمع بين البيئتين، الجمع بين البيئتين هذه تعد الحقيقة مهارة، وتأتي بالتدريب وبالممارسة، وليس بالضرورة أن تقحم نفسك يعني في بداية الأمر. أنت الآن تطور أو تطور مهاراتك، خذ الأمر بشكل تدريجي حتى تتقن وترى يعني تكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف. ذكرها الأستاذ الدكتور بدر، قال لي كل الفصل الدراسي له نقاط قوة ونقاط ضعف. للأونلاين ليرنينج أو البيئة اللي في الأونلاين اللي عن طريق الإنترنت سواء كان تزامني وغير تزامني، هناك نقاط قوة وهناك نقاط ضعف، فأنا الآن أجمع بين هاتين البيئتين لتحقيق ماذا؟ كفاءة أعلى في التعلم ويكون أقل صعوبة. فأنا الآن لو تكلمنا عن موضوع في النحو، كتبنا الموضوع هنا، كتبنا أهداف، كتبنا أساليب التقييم، أو موضوع في التفاضل والتكامل في المرحلة الجامعية، أو موضوع كذلك عند الدكتور حسن في كلية الطب على سبيل المثال، مقدمة عن المحتويات والأهداف. ربما أنا عندي لقاء يوم الأحد وعندي لقاء نفس المقرر يوم الأربعاء، وربما يكون لقائي هنا يوم الأحد في الأسبوع الأول ولا ألتقي إلا الأحد في الأسبوع الثاني، وهكذا يختلف حسب المراحل والوحدات. مقدمة عن المحتويات الأهداف، ربما هنا بما أني أجتمع معهم وجه لوجه ربما أكتفي بالمحتوى، أعرفهم تعريف فقط introduction أو تمهيد عن المحتويات عندنا هذا. إذن ربما لا يلزمني إضافة شيء آخر هنا إلا إذا كان شيء مبادئ بالتذكير في صفحة معينة، إذا كان عندي learning management system
أو عندي أي نظام أو برنامج آخر بشتغل عليه. تقديم المحتوى رقم 2، هذه أهم نقطة، تقديم المحتوى، لأن كل الأنشطة في الغالب تكون هنا. ربما في الفصل التقليدي سأعرض أشياء معينة عن طريق عرض الشرائع، عن طريق نظام برنامج بريزي، أو عن طريق أي برنامج آخر. ربما أنني سأعمل سؤال وجواب مع الطلاب، مناقشة بيني وبين الطالب ذاته، ربما أمام الطلاب، ربما يكون هناك مجموعات صغيرة وقصيرة في الزمن داخل الفصل الدراسي، ربما أن يكون هناك يعني كتابة حرة لمدة دقيقة أو دقيقتين، ربما تطبيق بعض استراتيجيات الأكتيف ليرنينج داخل الفصل الدراسي، وهكذا. ربما يكون هناك يعني اختبارات إذا كانت الفورماتيف إيفالويشن تقويم تكوين الهدف منها التشجيع أو التدريب أو الممارسة، اختبار سريع جدا لخمس دقائق أو أقل. إذن أنا هنا الآن أنا الخبير بنقاط القوة عندي في ماذا؟ في الفصل الدراسي. إذا ماذا عن الأونلاين؟ كيف يكون أونلاين؟ أنا خبير كذلك مع التدريب والممارسة بنقاط القوة عندي، هل سألتقيبهم الأحد القادم أو الأربعاء القادم أونلاين ولا وجه لوجه؟ وإذا كان أونلاين هل يكون افتراضي ولا يكون غير تزامني؟ وإذا كان افتراضي ماذا سأقدم كمن الزمن الذي سيكون معي؟ وإذا كان غير تزامني سيكون ربما لوحة نقاش تمتد إلى 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع، ربما يكون هناك مشروع للطلاب يعملون على بعض مع بعضهم البعض عن طريق جوجل داكيمنت، جوجل سلايد، عن طريق برنامج بريزي، عن أي أداة أخرى. ربما يكون هناك يعني فيديو تفاعلي أنا مصممه من قبل ويشاهدونه الطلاب. على سبيل المثال في الرياضيات ربما أشرح هنا طريقة حساب المثلث أمام الطلاب، ربما أعمل فيديو 3 دقائق 4 دقائق من باب التعزيز، يأتي في رقم 4 اللي هو الممارسة، فتح بروفايد أوبورتونيتي، ممكن أعضع للطلاب الفصل ما عندي وقت 45 دقيقة، ربما عندي 30 طالب ما أستطيع أتابعهم، إذا أونلاين يشاهدون ليش الفيديو اللي أبو 3 أو 4 دقائق من باب التعزيز، مراعاة الفروق الفردية، طالب يحتاج يشاهده مرة مرتين، طالب نسي شيء في الكلاس أنا شرحته هنا لكن أعيده هنا. إذا هذه التكنيك الاستراتيجية الموجودة مع الخبرة ستكتسبها، ولكن أعط نفسك مجال وأعط نفسك نوع من الحماس، وهذا بلا شك موجود وما نختلف عليه. المقصود بالتلميحات والإشارات، يعني أنا تحدثت إليكم الآن، قلت لكم تقديم المحتوى هذا ركن أساسي أو يحتاج جهد كبير جدا، هذه إشارة، هذا تلميح مني أنا. أنت في الفصل داخل الفصل بالتأكيد ترى تواجدك داخل الفصل non-verbal language، الاتصال غير اللفظي، هذه تعد نقاط قوة يجب أن تستثمر. فأنت الآن بلا شك أنك ستشير بإشارات أو تلميحات بالألوان أو بالموقف أو بعرض الفيديو أو توقف السؤال وتقول زميلكم أشار نقطة جيدة وممتازة أو سؤال متميز أو سؤال يحتاج إلى، وهكذا. هذه التلميحات تجذب انتباه المتعلمين. في الأونلاين ليرنينج لو كان في فيديو مثلا يشاهدونه، ربما تؤكد أنت خلال الفيديو على مثل النقاط المهمة، ربما بالألوان لو كان في عرض برزنتيشن كلمة كبيرة تحت خط ألوان متغايرة وهكذا. التقييم، حين ذكرنا التقييم هنا، لكن حين نريد هنا إيش التقييم تحتاجه داخل الفصل؟ ربما الله بعطيهم 5 دقائق كتابة حرة، ماذا تعلمت على سبيل المثال، ربما أعطيهم ورقة إذا كانوا في الصف الثاني أو الرابع حلوا المسألتين هذه. لكن أونلاين ليرنينج ربما والله في طلاب عندهم مشروع يسوونه جماعي، هذا من أحد أساليب التقييم الأونلاين، أو يعقبون على المقال إذا ذكره الدكتور أو الأستاذ في لوحة المناقشة ويجيب على أتليست يعني أو على الأقل يعني على مناقشتين أو مداخلتين لطالبين أو أكثر وهكذا. التغذية الراجعة، وجودك داخل الفصل نقطة، هذه تعتبر نقطة قوية. أنا الحقيقة عجبتني كلمة الدكتور بدر حفظه الله عندما قال نقاط قوة ونقاط ضعف، مباشرة راح انتباهي لهذا الجدول، هنا نقاط قوة أنت موجود، وهذا في تغذية راجعة فورية، يسألك الطالب وتجيب أو تضع بعض الإرشادات أو بعض التعليمات لبرامج سيقومون بها أونلاين. هنا أونلاين إذا كان افتراضي مباشر لا تزال نفس الخاصية موجودة، إذا كان غير افتراضي يعني غير تزامني سيكون عن طريق الإيميل أو عن طريق بعض الملاحظات في جوجل داكيمنت أو عن طريق الديسكشن، لكن يجب عليك أن تتابعها لك 24 ساعة، ربما تدخل مرة في اليوم إذا كان الموضوع خلال الأسبوع. بعض الطلاب ربما يقول ما عندي والله رد وأنا ما عرفت أحل الواجب والأستاذ والدكتور ما رد على إيميلي أو ما دخل معنا، هذا تضع الطالب في قلق. هنا الآن لم نجعل التعليم أو عملية التعلم لم نجعلها أقل صعوبة، ربما رفعنا شوية من قلق الطلاب،
رد علينا ما رد علينا. إذا كان بشيء أونلاين يعني من الأفضل تكون شيك عليه أتليست يعني مرة في خلال اليوم. يطول الحديث هنا لكن أرجو بأني قد وفقت في تسليط بعض الأفكار. عناصر تؤثر في فاعلية التصميم التعليمي ذكروها الزملاء، التفاعل جدا مهم. إذا ما في تفاعل في الأونلاين في الأجهزة في سواء تزامن أو غير تزامن، إذا ما في تفاعل مع التفاعل أربعة أركان أو أربعة أنماط. إذا ما في تفاعل مع المعلم سواء داخل الفصل أو خارجه بيكون في خلل. التفاعل كذلك مع المتعلمين مع الأقران داخل الفصل وكذلك خارجه، كذلك التفاعل مع المحتوى اللي تقدمه أنت، التفاعل أو اللي تصنع الطالب، التفاعل كذلك مع البيئة، البيئة التعليمية داخل الفصل تعتبر هذه بيئة. أذنك دكتور علي، يبدو أني تبقى من اللقاء الأول 3 دقائق سأختم إن شاء الله. التفاعل كذلك مع ذكرنا البيئة، والتفاعل كذلك في الأونلاين ليرنينج، هل هناك تفاعل؟ كيف أصنع التفاعل في بيئة التعلم الإلكترونية إذا كان غير تزامني؟ زي ما ذكر الدكتور حسن مثال جدا جدا عملي اللي هو لوحة المناقشة، أضع الأرجومنت الموجود، السؤال المطلوب، الطلاب يجاوبون، يعطون يعني الرفلكت حقهم أو إسهاماتهم، يجاوب على زملاء، يكون في نقاش هنا تفاعل. لكن نقطة كذلك جوهرية، لا يكون سؤالي مثلا في المناقشة والله أقول لهم سؤال عرف التعلم المدمج وأعطيه يومين يرد على زملاء، بيروح على طول يأخذها نسخ لصق ويكتب لك التعلم المدمج ويعطيك 4 صفحات بعد ويحمل لك مرفقات ويحمل صور. هذا هل غيرت شيء في شخصية المتعلم؟ ربما يقرأ. إذا السؤال هذا لا يرقى ليكون في صفحة المناقشة أو يكون في التعلم المدمج. وبعدين عرف لك التعلم المدمج وبعدين وش صار؟ أنا أكون معكم صريح شفاف، يعني أي واحد منا بيدخل بيحصلها التعليم. إذا لكن لما لو كان معلم مثلا كيف نطبق أو كيف لك أن تطبق مثلا، أو أذكر بعض التحديات أو أذكر بعض الأدوات التي يمكن لك أن تستخدمها أو كيف لك أن توظف وهكذا، أنقله من مسألة إعادة المعرفة الريبليكيشن حق المعرفة إلى التوظيف والاستخدام، وهو بذلك ربما ينتج إلى مرحلة الابتكار لأن يخلق معرفة جديدة. التواصل كذلك لا يخفى عليكم أهميته، نقطة قوة في الوجه لوجه، وكيف نجعلها نقطة قوة كذلك في التزامني أو غير التزامني، مستوى الدمج بين البيئتين والأنشطة المناسبة داخل الفصل الدراسي خارج الفصل الدراسي. أثناء الحديث السابق والزملاء عقبنا على ذلك، هذه آخر شريحة، الدمج بين البيئتين. وأعجبتني هذه الفكرة عندما كنت أقرأ في أحد البحوث ولكني عملتها وفق ما يعني تناسبنا. لو قلنا هذا فيس تو فيس، يعني اليوم بشرح مفهوم معين، ربما يقودني هذا الشرح إلى أعطي سؤال في المناقشة، أو ربما يشاهدون فيديو تفاعلي إذا كان يحتاج فيديو. وفي العادة إن الفيديو يكون للأشياء المهارية اللي يكون فيه خطوات وإجراءات، يعني ما بروح أشرح حديث يعني نبوي شريف وهو يتعامل معه بصريا ويقرأ أشرحها بالفيديو مثلا، ممكن أعطيه يقرأه يكتفي. لكن لو أقول أشرح عملية القسمة ودورة الماء في الطبيعة ربما يحتاج فيديو لأن فيه خطوات وإجراءات وهكذا. ربما أنشئ مجموعات صغيرة فقط أن أنشئها وأقول تعملون على المشروع في البيت أو في الأونلاين غير تزامني وعرضوه عندي بكرة في أو الأسبوع القادم في القاعة. ربما يكون بعد العرض في اجتماع افتراضي بين الطلاب أنفسهم أو معي كأستاذ أو كدكتور للمادة وهكذا. ربما يكون في الفصل إجابة على الأسئلة واقتراحات تغذية راجعة، ربما الكتابة تكون في داخل القاعة، ربما تكون خارج القاعة حسب نوع الكتابة نوع الهدف منها وهكذا. الحديث يطول وأرجو بأن أكون قد وفقت لتسليط الضوء على مثل هذه النماذج وهذه الاستراتيجيات. أشكر لكم ولعلي أكون ملتزما بالوقت، والمايك لك يا أستاذة سرة. يعطيك العافية دكتور وشكرا جزيلا، جلسة ثرية ورائعة استعرضنا فيها نموذج التصميم العكسي. شاكرا لك دكتور جهودك المباركة، وحقيقة وردتنا أسئلة كثيرة بإذن الله راح نستعرضها في آخر الجلسة بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. العفو الله. عن الآن دكتورة تغريد رحيلي بعنوان التعلم المصغر في بيئات التعلم المدمج. فضلي دكتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. بإذن الله مشاركتنا اليوم حول التعلم المصغر وكيفية تصميمه في بيئات التعلم المدمج.
طبعا في البداية شاكرة لجامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني جهودهم في تنظيم الملتقى، فجهود تشكر تذكر فتشكر. طبعا التعلم المصغر يعني من ضمن المصطلحات الحديثة التي ظهرت مؤخرا في تصميم بيئات التعلم بشكل عام عبر الإنترنت، ومن ضمنها بيئات التعلم المدمج. حقيقة حتى في أدبيات المجال هناك خلط بين التعلم المدمج وغيره من المصطلحات، مثل التدريس بين التعلم المصغر وبين العدد من المصطلحات مثل التدريس المصغر. طبعا هنالك فرق كبير جدا وبون شاسع في هذه المصطلحات. طبعا احنا نعني بالتحديد اليوم اللي هو مفهوم التعلم المصغر اللي هو المايكرو ليرنينج. طبعا هو يعتبر نموذج جديد لعمليات التعلم في بيئات ذات مستويات مصغرة. ما الذي نقصد به تحديدا؟ التعلم المصغر يعنى بمحتوى منظم تنظيم فائق يقدم عبر بيئات التعلم عبر الإنترنت، سواء بنمط التعليم الكامل أو الذي يعنينا اليوم اللي هو التعليم المدمج. في صورة ماذا؟ في صورة سلسلة من أجزاء صغيرة تقدم للطالب أو توصل بالطالب، يعني في صورة محتوى يسلم بشكل منظم مثل ما ذكرنا، مدعم بالأنشطة القصيرة. فكما هو ظاهر أمامنا اللي هو يعتبر تعلم ذو محتوى تعليمي أصغر، لا يستغرق تعلمه سوى عدة دقائق، يعني قد لا تتجاوز 20 دقيقة في كل مرة يستلم فيها المتعلم اللي هو الوحدة التعليمية. طبعا يتضمن دروس قصيرة في شكل مكتوب، سواء مكتوب نصي أو نصي مصور أو حتى صوتي أو حتى مرئي. طبعا يستهلكه المتعلم في أماكن تعليمية غير رسمية اللي هو أو غير نظامية أو رسمية حتى، يعني هو يستخدم في النمطين، سواء عن طريق التعليم الرسمي اللي هو اللي احنا نعرفه كلنا واحنا نستعد له اليوم إن شاء الله بإذن الله، أو حتى التعليم غير الرسمي أو حتى تنمية المهارات. هذا هو باختصار المفهوم. طيب هل يعني هذا أن الشكل الصغير أو المصغر هذا للتعلم عبارة عن استراتيجيات تربوية مبسطة؟ يعني هل هو فقط أن أنا أقدم المحتوى بأبسط صوره وأشكاله؟ طبعا الموضوع أعمق من هذا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تنظيم معين، وبإذن الله حشوف مع بعض إيش هي الإرشادات التي يعنى بها التعليم المصغر عند تصميمه. طبعا أهميته يعتمد على المتعلم بشكل كبير جدا، يدعم التعلم وقت الحاجة، لذلك ما يستهلك يعني وقت طويل من المتعلم. المتعلم محتاج معلومة، محتاج يفهم شيء معقد معين بطريقة مبسطة في وقت قصير. كذلك يزيد من الاحتفاظ الكلي بالنسبة للتعلم عند المتعلم. ليه؟ لأنه مثل ما حنشوف مع بعض بإذن الله أنه راح يعني يعزز الناحية الإدراكية عند المتعلم بطريقة تنظيم المحتوى، يوفر الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت مثل ما ذكرنا الذي يحتاج المتعلم، ويزيد قدرته على التركيز. ليه؟ لأنه ما راح يكون فيه يعني لود عالي على المتعلم أثناء التعلم أو أثناء استلامه للوحدة التعليمية المنظمة عن طريق التعلم المصغر. طبعاً هو يتمتع بتنسيق جذاب مع احتمالية التكرار، لأنه أصلاً هو محتوى صغير، فهو المتعلم قادر على أن يكرره في كل مرة هو محتاجها. كذلك يتيح دمج الأنشطة القصيرة بسهولة في الأنشطة اليومية، يعني الطالب هو مثلاً رايح لمشوار معين وهو يمارس رياضة يومية وهو يعني وقت فراغه ممكن أنه مباشرة يتعلم من الوحدة المصغرة هذه المصممة. يستخدم طبعا في خطوات مثل ما ذكرنا صغيرة، يمكن الأفراد من البقاء على معرفة وعلى اطلاع، مثل ما احنا عارفين اليوم ان احنا اليوم اللي هو عصر المهارات، فاحنا محتاجين يعني في الميدان التربوي احنا نعلم المتعلم انه كيف يكتسب المعرفة في وقت قصير وبطرق سهلة وجذابة، وما يوقف عند مرحلة معينة من المعرفة أو المهارة. يوفر ملحق قابل للتطبيق لمزيد من أساليب التعلم، هذه جدا مهمة ويعني ما تستهلك منه مزيد من الوقت. المحتوى المصغر يثري مدخلات المعرفة مثل ما ذكرنا، لأنه يتوافق مع الناحية الإدراكية أو يراعي الناحية الإدراكية عند المتعلم. يمكن استخدامه مثل ما ذكرنا من نمو المهارات بغض النظر عن الموضوعات العلمية.
يوفر نموذج جديد يسمح بتقسيم المعرفة، وهو هذا الجوهر، يعني جوهر التعلم المصغر، القدرة على تقسيم وتنظيم المعرفة وتكنيزها وتقديمها للمتعلم بطريقة جيدة، وبالتالي تسليمها للمتعلمين. يسهم في جعل المواد التعليمية سهلة الفهم ولا تنسى لمدة أطول. لذلك في ناحية جدا مهمة في التعليم المدمج، لو إحنا نبغى نصمم أجزاء من مقرراتنا أو محتوياتنا المعرفية لمقرراتنا عن طريق التعلم المصغر في بيئة تعلم مدمج، فإحنا دائما نحاول إن إحنا نختار الموضوعات المعقدة الكثيفة مثلا على المتعلم، ونبدأ في تنظيم محتواها، وبالتالي نقدمها للمتعلم عن طريق التطبيقات المختلفة. ومعظمنا تقريبا الآن يعني ما شاء الله إحنا وطنيين رواد في المنصات التعليمية الوطنية، فالمجامعات لديها أنظمة تعليمية مثل البلاك بورد، التعليم العام لديه اللي هو منصة مدرستي، فسهل جدا إن إحنا نصمم هذا المحتوى وننظمه ونجعل المحتوى الدسم والصعب على المتعلم والمعقد منظم بالنسبة للمتعلم، ونقدمه عن طريق هذه المنصات، وبالتالي يكون أبقى أثراً ويحتفظ فيه المتعلم لمدة أطول. تطوير طرق جديدة لاستثمار موارد الويب، وهذه سهلة جداً وبسيطة مثل ما ذكرنا، هي أساساً متاحة، فإحنا وطنياً الحمد لله رواد في هذا المجال، يعني هذا من فضل الله، فمعناته إن إحنا الحمد لله قادرين على إن إحنا نستثمر هذه الموارد كلها. تعزيز مهارات التعلم الذاتي مثل ما ذكرنا، ولكن في سياق تعليمي، وبالتالي تصبح عند المتعلم عادة في أنه يكتسب المعرفة. طبعاً ليه إحنا قلنا أنه التعلم المصغر يتوافق أو يراعي الناحية الإدراكية عند المتعلم؟ لأن التعلم المصغر يتوافق مع عدد من النظريات التربوية، اللي هي نظرية العبء المعرفي، اللي تأكد دائماً على أنه الذاكرة العاملة ما نرهقها كثير، فبالتالي يكون اللود الكوجنيتيف لود أو العبء المعرفي قليل في كل مرة. كذلك نظرية القالب، كيف إحنا ننظم، كيف إحنا نرتب، كيف نحط يعني وحدات كذا معينة المتعلم يبدأ يستوعبها، كيف نظرية المخطط، وكيف أصلاً المتعلم يبني مخططاته يعني المعرفية داخل ذهنه. كذلك نظرية معالجة المعلومات، كلها هذه تدور، يعني التعلم المصغر يدور حول هذه النظريات. كذلك التكنيز، أو كيف إحنا نجعل المحتوى يعني زي ما نقول إحنا كذا بالعامية مضغوط، لكن بطريقة جيدة. يعني طبعاً هل يمكن إن إحنا نحكم على جودة التصميم للتعلم المصغر بإنه يعني وفقاً للحجم والتوقيت؟ يعني كل ما مثلاً عضو هيئة التدريس أو المعلم صمم المحتوى وكان هذا المحتوى ما يستغرق من المتعلم إلا دقائق معدودة، أو كان حجمه قليل، هنا يكون أجاد التصميم؟ لا طبعاً، لأن إحنا ذكرنا أنه هو يعني جوهر التعلم المصغر في طريقة تنظيم المحتوى. طبعاً هنا نجي للجوهر، أنه كيف يكون عندي إرشادات في تصميم بيئات التعلم المدمج القائمة على مفهوم التعلم المصغر. طبعاً يتطلب هذا تصميم سيناريوهات التعلم المصغر، وتصبح طبعاً أكثر تعقيداً إذ أنه يدمج العديد من الأساليب التعليمية ويراعي كثير من النظريات التربوية اللي إحنا ذكرناها. طبعاً هنا نؤكد على هذه الإرشادات، أنه طبعاً يبحث عن مبادئ تحقق مخرجات تعلم أكثر متانة. طبعاً دائماً نحن مثل ما ذكرنا، ما هو فقط نحكم بالحجم والوقت، لا، إحنا يهمنا أن يكون المخرج أكثر متانة، ما هو أي محتوى أنظمه للمتعلم، وذكرنا هذا. يعني نأكد على أنه ما يستغرق وقت كبير، يحقق تعلم قوي مكافئ في وقت أقل، وهذا اللي يهمنا، لأنه أحيانا المتعلم، يعني إحنا خلونا نكون يعني واقعيين، المتعلم أحيانا ما يحتاج وقت طويل. الآن أصبح مثلا تعلم يعني المتعلمين من خلال المنصات أحيانا يكون مرهق بالنسبة لهم، العالم الرقمي هذا أحيانا يكون مشتت، فالمتعلم يحتاج محتوى تعليمي منظم في وقت أقل. طبعا يزيد معدل حدوث التعلم المتين، يعني هذه كلها تزيد من حدوث التعلم المتين عند المتعلم. فيقسم التعلم المصغر محتوى التعلم إلى أجزاء صغيرة، يعني تكون كل جزء صغير ده مستوى عالي من التفاعل والتغذية الراجعة. هل يعني التعلم المصغر أني أنا أصمم محتوى أو أقدم المحتوى وأترك المتعلم، يعني خلاص أنا سلمت المحتوى انتهى، سواء كان في شكل صور أو فيديوهات أو مقاطع صوتية؟ لا، لابد أن يتضمن المحتوى المصغر الذي يسلم للطالب بشكل مستمر ودوري، سواء كان أسبوعياً أو كل أسبوعين، أو مثلاً يعني حسب تنظيم المعلم أو تصميمه للبيئة التعليمية هذه، لابد أن يتضمن
تفاعل من المتعلم مع هذا المحتوى، سواء مع أستاذه، مع الطلبة، يعني مجموعة التعلم، وكذلك يمكن من تقديم التغذية الراجعة للمتعلم هذا. فالمحتوى المصغر يمكن أن يقف بنفسه كتجربة تعليمية كاملة، هذه نأكد عليها كثير. يعني الاكسبيرينس حقت التعلم المصغر هي تعتبر تجربة تعليمية كاملة، يعني المتعلم يستلم الوحدة التعليمية هذه المصممة، يأخذ منها المحتوى، يكون يرافقها أحياناً نشاط أو مثلاً سؤال أو مهمة ممكن يناقشها في المحاضرة أو الدرس القادم أو الحصة القادمة فيس تو فيس أو وجه لوجه. كيف تكون بنية المحتوى المصغر؟ طبعاً تكون مصممة بطريقة تدعم الإدراك المفاهيمي، تحتوي مجموعة متنوعة من المصادر مثل ما ذكرنا، عشان كذا هي طريقة تصميمها ترى سهلة. يعني أنا ممكن أنظم المحتوى وممكن أعمل فيديو عن طريق الباوربوينت أو عن طريق أو حتى عرض عادي، أو ممكن صورة أو إنفوغرافيك، أو ممكن مقطع صوتي بصوت الأستاذ يرافق صورة معينة وتسلم للمتعلم يرافقها. طبعا مثل ما تكلموا أساتذتنا الكرام وزملائنا الكرام قبل يعني شوي، كيف يعني كل خلاصة ما ذكر قبل ذلك في طريقة اللي هو تصميم هذا المحتوى. تتضمن قطع صغيرة مثل ما قلنا جدا، تركز في أجزائها على فكرة أو موضوع واحد، وهذا شيء مهم جدا. المحتوى المصغر أو التعلم المصغر يتضمن محتوى يناقش فكرة واحدة فقط. يعني أنا ما أقدم للطالب أو المتعلم محتوى يناقش أكثر من فكرة، لا، هنا يعني هنا لا يتوافق مع مبادئ التعلم تصميم التعلم المصغر، فهو لابد أن يناقش فكرة واحدة أو موضوع واحد محدد. يدعم إنشاء المحتوى بشكل مشترك بين المتعلمين، ممكن حتى هم المتعلمين ينشؤون المحتوى هذا، يعني ما هو بالضرورة يكون قائم على المعلم. تنشأ باستخدام أدوات التعلم الإلكترونية السريعة وذكرناها، وقلنا أنه إحنا المنصات عندنا تدعم بكل سهولة هذا الأمر. إمكانية إعادة استخدام الأجزاء هي تتشابه هنا مع الكائنات التعليمية، يعني أنا بما أنه هو أصلا جزء صغير فأنا ممكن أستخدمه مرة أخرى في مقرر آخر، في مستوى، في مرحلة أخرى، فهو يمكن يعني من هذه الناحية. تدعم إدارة المحتوى المصغر كوحدات هرمية التصميم، وهذه مهمة جدا، يعني الآن حشوفها في صورة يعني تقريبية، هي لابد تكون وحدات هرمية. تتسم بنية المحتوى بالمرونة، تحافظ على نمطية التصميم، لابد يكون له نمطية واحدة المحتوى، مو مرة أسلمهم المحتوى عن طريق تطبيق ومرة تطبيق آخر ومرة لا، لابد يكون عنده يعني المحتوى هذا لابد يكون له نمطية واحدة. تستوعب وحدات المحتوى المصغر أنواع مختلفة من التعلم مثل ما ذكرنا، تكون أجزاء المحتوى المصغر ضمن مخطط كلي مترابط للمحتوى، يعني في النهاية يعطيني منتج واحد يعني يتوافق مع موضوعات المقرر أو المنهج. يتوافق نوع الوسيط التعليمي المصغر مع هدف التعلم. التنظيم الجيد مثل ما ذكرنا للمعلومة، وهذه نقطة مهمة تتوافق مع النظريات التربوية. يدعم سهولة الإبحار، إحنا إذا كانت عندنا البنية مرنة وهرمية أكيد بالتأكيد أنها حتدعم سهولة الإبحار. هذه هرمية تقسيم المحتوى التعليمي، المحتوى التعليمي المصغر اللي هو المايكرو كونتنت داخل التعلم المصغر. هنا عندي المقرر في البداية، المقرر عبارة عن عدد من الموضوعات، كل موضوع داخله مثل ما ذكرنا مجموعة من المفاهيم، فالمفروض أنه كل وحدة تعليمية قائمة على التعلم المصغر تكون تخدم فكرة واحدة أو موضوع واحد ضمن هذه المفاهيم، فهي لابد أن تكون بهذه الهرمية. كذلك هنا مخطط تدفق التعلم المصغر، يعني إيش اللي يقوم فيه عضو هيئة التدريس أو المعلم؟ يبني التعلم المصغر على التطبيق أو المنصة المختارة، يقوم بإدارة التطبيق. كيف يقوم بإدارة التطبيق؟ بعد ما يرفع المصادر أو المحتويات اللي هو أو الوحدات اللي صممها. كذلك أحيانا مثل ما ذكرنا أنه الطلاب أو الطالبات هم اللي يديرون العملية، أحيانا هم اللي يكونون مشاركين في إنتاج هذا المحتوى، وكذلك يناقشون، يعني يكون في تفاعل فيما بينهم. كذلك بعد كذا تجينا الحصول على التغذية الراجعة، وبالتالي مع التغذية الراجعة والفيدباك اللي يحصل عليها المتعلم سواء من زملاء أو من الأستاذ بإشراف الأستاذ أو من الأستاذ مباشرة، يحصل ضبط خبرات التعلم عند المتعلمين. فهذا هو مخطط تدفق التعلم المصغر. كيف يتم تكنيز المحتوى وتقسيمه؟ وهو هذا مثل ما ذكرنا الأساس، تنتقل معلومات ذات الصلة بعناية، يعني مو أي معلومة أنا أضعها، إحنا قلنا هو عبارة عن محتوى مصغر يعني حجمه صغير ويسلم في يعني بحيث أنه يستهلك المتعلم في وقت قصير جدا، فبالتالي أنا أنتقي مو أي معلومة أنا أنتقيها. كذلك لابد أن تنظم أجزاء المحتوى في قوائم
تدعم تقديم المعلومات، يعني دائما في بما يتوافق مع النظريات التربوية هذه اللي ذكرناها، دائما يقول لك أنه الأفضل أن توضع المعلومات في شكل قوائم تكون أسهل إدراكيا على المتعلم. كذلك يتم اختزال قطع المحتوى بطريقة تجعل الأنماط والعلاقات واضحة، يعني أحيانا حتى مقرراتنا ومناهجنا تكون مصممة أحيانا مثلا في المحاضرة الأولى في الدرس أصلا علاقة بالدرس الأول. في المحتوى المصغر أنا ممكن أبدأ أختزل القطع هذه بمعنى أنه يكون الأنماط هذه تظهر بشكل اللي هي العلاقات بين المحتوى بشكل واضح، يؤخذ بالاعتبار حجم الشاشات اللي هي التطبيقات المختلفة، دائما عدد العناصر ما تزيد عن 3 إلى 5 نقاط داخل الشاشة الواحدة، تظهر عناصر الأجزاء تاع المحتوى المصغر عند تجميعها ودمجها ككتلة متجانسة يعني وحدة واحدة تفقد. طبعا هنا فيه يعني فيه زي ما نقول احنا مفتاح، انا اعرف اني انا يعني قد استطعت اني انا اصمم تعلم مصغر او ما استطعت، يعني هل تمكنت من تقسيم المحتوى وتكنيسه بشكل جيد او لا، اللي هو ايش؟ انه لو حصل اني انا قسمت المحتوى اللي انا وصلت له في النهايه الى قطع اصغر فهنا حتفقد اجزاء المحتوى معناها، اذا فعلا فقدت معناها فانا وصلت الى اصغر وحده ممكن او اصغر تبسيط لهذا المحتوى داخل الوحده المصغره هذه. تراعي مبادئ مثل ما قلنا التنظيم الادراكي عند تجميع المعلومات. طبعا دائما تبدا من البسيط الى المعقد، هذه معروفه في دائما يعني في تصميم كل تقريبا معظم بيئات التعلم من المعلوم الى المجهول. تدعم اجزاء مصغر العناصر التي يتعين تعلمها بوضوح تكون واضحه. تدعم اجزاء المحتوى المصغر حلزونيه التحسين وذكرناها هذه. بحيث ان اي تفضلي تبقت 3 دقائق على الوقت. طيب يديك العافيه. يراعي تجنب تفاصيل ذكرناها، كذلك لابد ان يتم يعني فصل المعلومات بحيث أن يكون في تكنيز متماثل بمعنى أنه الأجزاء المتشابهة تكون مع بعض. كذلك تكنيز مختلط بحيث أن احنا نقلل جمع المعلومات المتشابهة بمعنى تكنيز مختلفة بطريقة منتظمة تسمح بالتكرار، تكون بطريقة كتلة مستقلة ما يزيد عادة يعني في معظم الأدبيات عن من 5 إلى 15 دقيقة أو حتى 20 دقيقة حتى أقصى. يتيح التعلم المتنقل وهذه تدعمها معظم التطبيقات الآن والمنصات، يكون ذا خطوات متتابعة واعية تشكل اللي هو الأجزاء اللي هو يعني بنية متدفقة في عقل المتعلم، تدعم الانتباه. كذلك وجود تغذية مراجعة مثل ما ذكرنا تكون ذات جاذبية وتكون كنشاط بسيط بالنسبة للمتعلم. هذه تقريبا نماذج يعني صممت وحدات، هذه مجموعة من الوحدات بالتعلم المصغر. هنا أفضل 10 منصات تدعم اللي هو منصات التعلم المصغر، ومثل ما ذكرنا البلاك بورد ومنصة مدرستي كلها تدعم، لأن هذه يعني تعتمد على مهارة عضو التدريس والمعلم في تصميم المحتوى المصغر. طبعا في النهاية نوصي بأنه للأمانة يعني تصميم مقررات تعليمية إلكترونية تدعم هذا المفهوم. نأكد على أنه مو كل المنهج يصمم بهذا الشكل، إنما المعلومات اللي تحتاج هذا الأمر. يراعي التصميم التعليمي منصات التعلم والتطبيقات التعليمية المتنقلة مفهوم التعلم المصغر. طبعا أثبتت الأدبيات في العديد من الدراسات أنه خصوصا منصات التعلم الموكس أنه إذا زاد عد يعني وقت الفيديو عن مثلا 15 إلى 20 دقيقة كل ما زاد مدة العرض الفيديو التعليمي للمتعلمين كل ما قلت نسبة مشاهدات هذا الفيديو. فهذا يعطينا تأكيد بأن المتعلمين متى نجعلهم أكثر استمرار وارتباط بهذا المحتوى عندما يكون المحتوى المسلم لهم قائم على اللي هو تنظيم المحتوى المصغر في بيئات التعلم الرقمية. طبعا هذه المراجعة لمن أراد الاستزادة، وشاكر ومقدرة حسن استماعكم، وأكرر شكري وتقدير الجامعة الملك خالد ممثلة في عمادتها الرائدة عمادة التعليم الإلكتروني. شكرا جزيلا لسعادة العميد للوكلاء جميع المنسوبين وأشرف بتواصلكم. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتورة تغريد على هذه المداخلة القيمة،
بارك الله في جهودك، وردتنا أسئلة كثير تخص النموذج وكيف يطبق المقررات الدراسية، بإذن الله راح نستعرضها في آخر الجلسة. أستأذنكم وتشرف بالترحيب بالدكتورة دلال العباسي، أستاذ تقنيات التعليم المساعد، رئيسة قسم التربية بجامعة دار الحكمة، في عنوان لهذه الجلسة في تصميم ووضع خطة دمج في التعلم المدمج. حياك الله دكتورة، إذا تسمعين دكتورة. أيوة سمعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوتي واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله، صوتك واضح دكتورة، تفضلي. أول شيء أحب أن أنا أشكر جامعة الملك خالد على هذا الملتقى اللي جدا متميز، وعمادة التعلم الإلكتروني، وجميع من القائمين على هذا الملتقى. وأحب أشكر الدكاترة ما شاء الله تبارك الله، يعني كان لمدة كم ساعة يعني معلومات جدا قيمة استفدنا منها، يعني ثراء معرفي جميل جدا، فشكرا جزيلا ليهم، وشكرا للحضور اللي موجودين اليوم. أنا معايا الآن يعني لمدة 15 دقيقة، يعني اللي أطلبه منكم إنه هيكون كأنه reflection، يعني كأنه تأمل، لأني ما هقول شيء جديد، بالعكس إنه أنا هم يعني هأكد على ما تم ما قالوه الدكاترة الكرام قبلية، فالله يعطيهم ألف عافية. خلينا أول شيء نبدأ بالتعلم المدمج، طيب blended learning أو في بعضهم يسموه hybrid learning. طيب من الأشياء من العبارات المكتوبة في المؤتمر إنه blended learning أو التعلم المدمج هو أحد الخيارات الفعالة لدمج استخدام التقنية في التعليم، ومحاولة دمج أفضل ما في التعلم الإلكتروني مع ما هو أفضل في التعلم الحضوري ضمن أسلوب تعليمي موحد ومنظم ومخطط له ضمن معايير واستراتيجية محددة. فهذا المنظور العام للتعلم المدمج. بس على طول لما إحنا نيجي نقول أوكي نبغى نطبق التعلم المدمج، أول سؤال يجي في بالنا، هل من المفيد التفكير في التعلم المدمج باعتباره تحسيناً لبيئة التعلم الحضوري؟ هل هو زي كأننا بنسوي أبجريد شيء بنحسن، أو تحسيناً لبيئة التعلم عن بعد، أو يفضل نحن نفكر فيه كشيء مختلف تماماً؟ هل ما هي الطرق التي يمكن بها اعتبار التعلم المدمج هو الأفضل من العالمين، عالم التعلم الحضوري وعالم التعلم عن بعد؟ ما الذي يمكن أن يجعل التعلم المدمج أسوأ ما في العالمين؟ يعني ممكن أن إحنا نطبق التعلم المدمج ويدينا the best of the two worlds، أحسن ما في التعلم الحضوري وأحسن ما في التعلم عن بعد، ولكن ممكن أنه نطبقه وبالعكس يعطينا نتيجة عكسية. فإيش اللي يخلينا، ما هي الأشياء اللي ممكن تخلينا نفضل نقدم الأفضل أو يكون نتيجة أنه أسوأ؟ عندما تفكر في تصميم مادة تعليمية، الآن كل واحد فيكم كل الحضور يفكر في مادة التعليمية اللي هو بيدرسها، إيش المكونات الموجودة في هذه المادة اللي ممكن تنفذها بشكل مختلف عما كنت عليه في الماضي؟ كيف هنقسم المادة ما بين الحضوري وعن بعد؟ يعني إحنا ممكن يعني لما نيجي نشوف مفهوم التعلم المدمج، أوكي اللي هو دمج بين الحضوري وعن بعد مفهوم واضح، ولكن طيب كيف هنقسم؟ على أي أساس هنقسم؟ إيش هنعطي الحضوري وإيش اللي هنعطيه عن بعد؟ كيف ستدير العلاقة ما بين الطريقتين؟ في علاقة ما بينهم كيف هنديرها؟ كم مرة ستلتقي بالطلاب وجها لوجه؟ كم ساعة في الأسبوع سيجتمع الطلاب وجها لوجه؟ كم ساعة في الأسبوع سيشارك الطلاب عبر المنصة؟ كل هذه الأسئلة على طول تيجي في بالنا لما نيجي نفكر في تطبيق التعلم المدمج. هل يتوافق مقدار الوقت الذي يلتزم به الطالب في التعلم المدمج مع الوقت الإجمالي لمواد المماثلة التي يتم تدريسها في طرائق أخرى مثل وجه لوجه؟ بمعنى إذا أنا الآن المادة اللي أنا هقدمها مثلاً، أنا دكتورة في الجامعة وقررنا المادة حقتي هنطبقها تعلم مدمج blended learning، هل الوقت اللي هيستغرقه الطالب وعضو هيئة التدريس في إن هم ياخذوا هذه المادة، هل هو مشابه لنفس الوقت اللي يستغرقه الطلاب اللي أخذين نفس المادة حضورياً، ولا هيكون الوقت مختلف؟ هذا السؤال جدا مهم، لأنه في بعض المرات
يقولوا إنه تعلم المدمج إذا ما كان صمم صح ممكن هو يعمل عبء زيادة على عضو هيئة التدريس وعبء زيادة على الطالب، أو إنه ممكن العكس. فكيف إن إحنا نعرف نوفق بين هذه الأمور؟ في دراسة، في عدة دراسات اتسوت زي ما دكتور بدر قال، ميتا أناليسيز يعني إيش؟ يعني راحوا وشافوا كثير من الدراسات اللي اتسوت على التعلم المدمج وطلعوا حللوها هذه الدراسات ونتائجها وطلعوا بأمور مفيدة بالنسبة للتعلم المدمج. يقول لك إنه التعلم المدمج من أكثر الخيارات التي يقبل عليها الطلاب في المؤسسات التعليمية التي تقدمه. يعني إذا جامعة بتقدم مواد face to face يعني وجه لوجه، وتقدم مواد online totally online، وتقدم مواد blended تعلم مدمج، يقول إنه الطلاب بيقبلوا أكثر شيء على المواد التي تقدم بطريقة التعلم المدمج. قبل لما ندخل في عالم التصميم، حابة أوريكم هذه الفريمورك حقت الإيفاليويشن أن أسسمنت لأي مادة تقدم بالتعليم المدمج. الآن في شركة OLC وهي من المؤسسات المعروفة في أمريكا المتخصصة بالتعلم الإلكتروني اللي هو Online Learning Consortium، وهي متخصصة في تقييم البرامج التي تقدم بالتعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد المدمج. هذه الفريمورك اللي هم سووها لتقييم أي مادة تعطى بطريقة التعلم المدمج. إذا أنتوا شايفين هنا عندنا تقيم البرامج على أساس institutional support، يعني الدعم المؤسسي، قد إيش المؤسسة بتعطي دعم للتعلم المدمج، لتطبيق التعلم المدمج. عندنا student support، قد إيش هذه المؤسسة بتعطي دعم طلابي. Technology support، قد إيش هذه المؤسسة التعليمية عندها دعم تقني. Faculty support، قد إيش هذه المؤسسة التعليمية تعطي دعم لعضو هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات عند تطبيق التعلم المدمج. Teaching and learning، كيف طريقة التدريس والتعلم، التعلم والتعليم في عملية التعلم المدمج. Course structure، كيف نفس الكورس، كيف التخطيط لي، كيف هيكل هذا الكورس. وزي ما دحين دكتورة تغريد اتكرمت إنه كيف ما ينفع إنه إحنا نستخدم نفس هيكل المادة اللي استخدمناه في التعلم الحضوري، لازم الهيكل يكون مختلف تماماً ويكون مقسم إلى أجزاء صغيرة وهكذا. كيف الكورس development and instructional design، كيف طريقة التصميم التعليمي وعملية تطوير هذا الكورس، هذه المادة. هذه الأمور كلها تؤخذ في عين الاعتبار لما نيجي نقيم أي مادة تعطى بالتعلم المدمج. أنا حابة أقول من ناحية institutional support، طبيعي جداً إنكم أنتم ممكن تحسوا إنه إيش هذا، كم تعريف للتعلم المدمج. يعني إحنا الآن في كم ساعة قلنا أكثر من تعريف وأكثر من طريقة النظرة للتعلم المدمج. ففي بعضهم يقولوا التعلم المدمج هو عبارة عن إن إحنا نقسم بين الحضوري وبين عن بعد. في بعضهم يقولوا لا، التعلم المدمج هو إن إحنا ندرس بطريقة تزامنية وغير تزامنية عن بعد. ففي أكثر من واجب الانستيتيوشنز اللي هي المؤسسات التعليمية إن هي تعطي لمنسوبيها إيش التعريف حق التعلم المدمج، كيف هم شايفين التعلم المدمج. فمثلاً في جامعة تقول إحنا هنطبق التعلم المدمج، بالنسبة لنا التعلم المدمج هو إنه من 30 إلى 70%، 70% يكون أونلاين و 30% حضوري، هذا بالنسبة لنا هو التعلم المدمج. في جامعة تانية أو المدرسة تقول لا، إحنا التعلم المدمج النسبة كذا. فمهم إنه إن إحنا نعرف إيش نظرة المؤسسة التعليمية للتعلم المدمج، علشان على أساسها تراها نصمم وهنبدأ نأخذ الستبس الثانية. الجميل في التعلم المدمج إنه في مرونة، يعني كل ما كان في مرونة كل ما كان أفضل. مو كويس إن إحنا كذا نكون مرة ريجيد، يعني خلاص هذه هي. ولكن أيضا إحنا محتاجين شوية جايدنس، إنه يعطونا شيء نمشي عليه عشان يساعدنا إن إحنا نقدر نصمم. طيب
ليش اختيار التعلم المدمج اختيار مناسب للجامعات ولأعضاء هيئة التدريس وبالنسبة للطلاب؟ في كثير من الجامعات تشوف التعلم المدمج هو اختيار مناسب لتعالج موضوع مساحة الفصول الدراسية المحدودة، لأن التعلم المدمج بيديك فرصة أكبر إنك تأخذ أعداد أكبر حتى وتستخدم المساحات المتوفرة حاليا. أيضا إن هم بيحب يفضلوا التعلم المدمج لأنه هو في إضافة طريقة تفكير مختلفة تشجيع تعاون أعضاء هيئة التدريس. وأنا هنا مرة أشجع أعضاء هيئة التدريس، إذا أنتوا اثنين وكنتوا بتدرسوا نفس الكورس أشجعكم أنكم أنتوا تتعاونوا مع بعض في إعادة تصميم الكورس عشان يعطى للتعلم المدمج. إذا أنتوا مجموعة من المعلمين والمعلمات بتدرسوا نفس المادة لنفس المرحلة اشتغلوا مع بعض، سووا like work force عشان تقدروا انكم انتوا تصمموا، انه كل ما استخدمتوا خبراتكم المختلفة كل ما كان التصميم افضل. وهذه ترى شيء بيطبق في كل الجامعات العالمية اللي بتستخدم تعمل بي ديزاين للكورسات حقتها لتصبح في التعلم المدمج. بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يفضلوا التعلم المدمج لانه نفس الشيء يعطيهم فرصة لمشاركة جديدة مع أعضاء هيئة التدريس، وأيضاً هي فرصة انتقالية بين التدريس المباشر وجه لوجه والتعليم الكامل عن بعد، فيشوفوها كأنها مرحلة انتقالية مناسبة بدل ما يروحوا على طول من وجه لوجه لعن بعد، فهي فبيكون في النص إن هم بيقدموا البرنامج عن طريق التعلم المدمج. بالنسبة للطلاب ليش يحبوا التعلم المدمج؟ لأنه هو وفق بين الراحة والتعلم عن بعد والكونفينينس حق التعلم عن بعد، إن هي تعلم عن بعد بيديهم مرونة أكثر، في نفس الوقت بيحظوا على التفاعلات الاجتماعية والتعليمية اللي بيقدمها التعلم الحضوري، بسبب إن هم بيروحوا مثلاً مرة في الأسبوع أو يعني أوقات معينة للحرم الجامعي أو للمدرسة، فهذا بيعطيهم فرصة إن هم يدخلوا على معامل، يعملوا تقييمات المراقبة وغيرها من الأشياء الاجتماعية اللي مرة بالنسبة لطلابنا مرة يقدروها وبالنسبة لنا كلنا. ماجي اقترح عشان نتجنب مخاطر التعلم عن بعد التعلم المدمج، وإنه إحنا نقدر إن إحنا نقدم تعلم مدمج متميز كله يكمن في عملية التصميم. هناك إجماع واضح على أن أفضل استراتيجيات التصميم تبدأ بتحديد أهداف المادة، وهذا اللي دكتور علي تكلم عنه من قبل شوية، بوضوح قبل الخروج بأنشطة ومهام وتقييمات. دائماً نبدأ يا جماعة بأهداف المادة وبعدين نحدد التقييم ونحدد الأنشطة. تعتبر أهداف المادة مهمة بشكل خاص للتعلم المدمج، لأن الأهداف يمكن أن تحدد آلية تسليم المحتوى، كيف إن إحنا هنسلم المحتوى، كيف إن إحنا هنطبق هذا المحتوى ونعطيه إما في الفصل الحضوري أو عن بعد. أيضاً هتحدد الاستراتيجيات التدريس المستخدمة، وأيضاً هتحدد الزمن المطلوب، فين هنسوي هذه الأنشطة إما في وجهاً لوجه أو عن بعد. كل هذه الديسيجنز اللي هناخدها تعتمد على أهداف المادة حقتنا. فيصير يا جماعة إذا تبغوا تقدموا تعلم مدمج متميز نركز على عملية التصميم. تاني زي ما دكتور علي قال عندنا ديزاين and redesign. ديزاين إنه لما نبدأ عندنا كورس نبدأ من البداية نحن نصمم، أما في مرحلة redesign أو إعادة التصميم أو ممكن نسميه backward design، إنه ناخذ شيء موجود ونروح نعدل ونغير فيه بطريقه تتناسب مع التعلم المدمج. من الاشياء اللي جدا مهمه ونحطها جايد لاين شيء كذا امامنا، انه التصميم يركز على ما سيقوم به المعلم والمتعلم من النشاط التعلمي وليس على طريقه التوصيل. لما تيجي تصمموا لا تركزوا طيب أنا قالوا لي إنه أنا لازم أشوف طلابي مرة واحدة في الأسبوع، هذا أول شيء أنا أفكر فيه، إيش لازم أعطيهم في هذه المرة الواحدة في الأسبوع؟ ما تفكروا زي كده. أول شيء فكروا في الأنشطة التعلمية اللي هي مرتبطة بالأهداف
وبعد كده هتبدأي تقسميها إيش هيكون حضوري، إيش هيكون عن بعد، إيش التقنيات اللي هنستخدمها وهكذا. ولكن في الأول يفكر في النشاط التعلمي اللي إحنا نبغى نعطيه. القرارات التي تتخذ لإعادة تصميم المادة مبنية على المبادئ التربوية وليس على الأشياء التقنية المتوفرة عندنا. مو عشان عندنا منصة يعني أنا لازم أسوي كذا وكذا وكذا. أي نعم المنصة بتعطينا يعني ممتاز إنه عندنا منصة وهذه نعمة من رب العالمين وهتدينا نقدر إحنا نطبق التعلم المدمج، ولكن قراراتنا تكون مبنية على الخبرة التعلمية اللي إحنا نبغى نعطيها لطلابنا. يصير ما هو أفضل؟ طب يجينا تاني السؤال، ما هو أفضل مزيج ما بين العروض التقديمية التقليدية الحضورية التي يقودها المعلم وطرق التدريس المتزامنة والغير متزامنة القائمة على التكنولوجيا؟ إيش أفضل مزيج؟ كيف أن أنا مزيج هذا؟ كيف أفضل طريقة أن أنا أقوم به؟ ما هو دوري أنا كمعلم؟ هذه من الأشياء اللي لازم أن إحنا نحددها. إيش هيكون دوري؟ هل هيكون أنا دوري هنا موجهة ومرشدة؟ أم هيكون دوري أن أنا أعطي معلومة؟ أو إيش هيكون دوري بالضبط؟ قرر أهمية التفاعل بين الطلاب. من الأشياء اللي لازم نفكر فيها ونحطها نصب أعيننا عند التصميم هي تفاعل الطلاب. موضوع تفاعل الطلاب هو موضوع كبير، وإحنا دائماً يعني يبغاله جلسة يعني أكثر من دورة. ولكن إحنا دائماً لما نفكر في تفاعل الطلاب عندنا ثلاثة أنواع من التفاعل، بغض النظر أنتم بتدرسوا حضوري، بتدرسوا مدمج، بتدرسوا عن بعد، هذه ثلاث تفاعلات، طرق تفاعل لازم تكون موجودة لإعطاء خبرة تعلمية غنية. أول تفاعل، التفاعل الطالب مع المعلم. ثاني تفاعل، التفاعل الطالب مع الطالب. ثالث تفاعل، التفاعل الطالب مع المحتوى. عشان نقدر إنه إحنا نصمم صح لازم نحط في عين اعتبار هذه ثلاث أنواع من التفاعل. التعلم المدمج يفسح المجال للتعلم المتمحور حول الطالب. هو أصلاً التعلم المدمج كده الديزاين حقه، إنه هو يكون يسموه student centered learning، يعني التعلم المتمحور حول الطالب ومبني على التعلم النشط active learning، مبني على التعلم التعاوني collaborative learning بين الطلاب. إذا صممنا تعلم مدمج مبني على الباسيف ليرنينج إنه هو الطالب فقط متلقي للمعلومات، فما هيفرق ولا شيء، ما يعني كأننا ما سوينا شيء. تمام. الآن أبغى أوريكم، هعرض معاكم تاني من الأشياء الأساسية بعد لما نحدد أهدافنا، إيش الأنشطة اللي هنسويها عن بعد وإيش الأنشطة اللي هنسويها حضوري في المدرسة. يعني هذه من الأسئلة البديهية اللي تيجي عندنا لما نيجي نقول نبغى نطبق تعلم مدمج. الأنشطة عن بعد إيش أصلاً فائدتها؟ ليش أنا أسوي أنشطة عن بعد؟ تسمح الأنشطة الغير متزامنة، وأنا هنا بنشجع وقالوها ما شاء الله الدكاترة من قبلي وأنا دحين همر عليها بسرعة، إنه الأنشطة الغير متزامنة ليها فوائد جداً كبيرة. حتى يا جماعة المعلمين والمعلمات اللي معانا الابتدائي وحتى الكندر حتى الحضانة والتمهيدي، مهم إنكم تعملوا أنشطة غير متزامنة. إيش فائدتها؟ إن هي بتخلي الطالب يفكر بشكل أعمق في المادة، وقت عنده وقت إن هو يبحث، إن هو يخطط، إن هو يراجع. كل هذه الأشياء من الأشياء المهمة جداً في الأنشطة الغير متزامنة، إنه هو كمان يتفاعل مع الطلاب التانين وهكذا. في التعلم المدمج يجب إضافة أنشطة غير متزامنة وحساب وقتها ضمن وقت المادة. الآن في إشكالية مرات نقع فيها، إنه إحنا مثلاً المادة مفروض إنه الطالب، أنا بدرس عربي، أنا مفترض إنه وقت الدرس مثلاً الطلاب بياخده في الأسبوع مثلاً ما أعرف 10 ساعات عربي مثلاً، وبعدين أنا أتوقع من طلابي يشتغلوا على العربي 10 ساعات زيادة. لازم إنه أنا أخذ في الاعتبار الأنشطة الغير متزامنة اللي أنا طالباها من طلابي، إن هم يتفرجوا على فيديو، إن هم يتناقشوا، إنه هذه لازم أخذها بالاعتبار في وقت المادة المتوقع إنه الطلاب يجلسوا على المادة. لأنه إذا ما أخذنا هذا الوقت في عين الاعتبار إيش هيصير؟
هيصير يعني عبء زيادة على الطلاب، فلازم نحن ناخذ هذه الأوقات في الاعتبار. عادة في الأنشطة الغير متزامنة يكون دور المعلم هو المرشد. خلينا نشوف أمثلة على أنشطة غير متزامنة. غرف النقاش، يتكلموا كثير عن غرف النقاش وأهميتها وإيش دورنا. ترى يا جماعة عندنا دور كبير في تحفيز طلابنا لاستخدام غرف النقاش، هذا ترى يعني أكبر دور على المعلم والمعلمة وعضو هيئة التدريس. إذا لقيتوا إنه طلابكم ما بيتفاعلوا في غرف النقاش، اعرفوا إنه الأسئلة اللي أنتوا سألتوها فيها مشكلة، أو التعليمات اللي اعطوها لطلابكم فيها مشكلة، في شيء مشكلة من عندنا مو مشكلة من الطلاب. العمل التعاوني ما بين الطلاب، قراءة مقال أو قصة، مشاهدة فيديو، سماع مقطع صوتي، وبعدها نحل أسئلة نناقش وهكذا. والكتابة التأملية. أحب أضيف شيء على الأنشطة الغير متزامنة يا جماعة، أي شيء عليه علامات الطلاب هياخدوه في عين الاعتبار، أي شيء ما عليه علامات الطلاب ما هياخدوه في عين الاعتبار. فالرجاء يعني استخدام العلامات بطريقة تنمي مهارات طلابنا، ونتخلي أدوات التقييم لها معنى وقيمة. بالنسبة للأنشطة الحضورية دكتورة دلين، الله يسلمك، تبقى دقيقتين على الوقت. طيب ممتاز، بالنسبة لا. للشكرا جزيلا. بالنسبة للأنشطة الحضورية عندنا جلسات الإرشاد وإعطاء محاضرة، مناظرة، لعب الأدوار، أخذ تغذية راجعة من المعلم، تيم بيلدينج. خليني أديكم مثال. الآن لازم نستوعب إنه طلابنا كان ليهم تجربة جدا غنية عن بعد. الآن إذا أنا طلابي، إحنا عندنا هيجوني هنطبق التعلم المدمج، فمثلا هيجوا مرتين في الأسبوع مثلا مدرسة، أنصحكم، أنصح الجميع في أول حصة تسووا تعطوا طلابكم أوراق sticky notes ولا شيء، وتطلبوا منهم يقولوا لنا 5 أمور إيجابية في التعلم عن بعد، وخمسة أمور مرة وحشتكم إنكم تكونوا في المدرسة. هذا إيش هيفيدك؟ هيفيدكم إنه تعرفوا إيش طلابكم حبوا في التعلم عن بعد، فممكن إنه هذه الأنشطة تستمروا عليها، وإيش مرة اشتاقوا للمدرسة في إيش، فإنكم أنتوا تتأكدوا إنه لما يجوا المدرسة توفروا لهم هذا الموضوع. بس أبغى أوريكم بشكل سريع في التعلم المدمج في شيء اسمه blueprint. blueprint هذه إنه إحنا نحدد إيش المادة، وصف عام للمادة، نحط أهداف الوحدة. تاني كثير من أهداف الوحدات بتجينا من الوزارة أو بتجينا من البرامج اللي بندرسها. أهداف السلوكية اللي هي مبنية على بلوم زي ما الدكاترة تفضلوا، ولكن دائما يا جماعة ضيفوا أهداف مهارية، يعني ركزوا على الأهداف إنه ننمي المهارات. وبعدين نحدد الأنشطة وأدوات التقييم اللي متصلة بكل هدف سلوكي، وهنا نحدد إيش فيها يعطى وجها لوجه وإيش هيعطى عن بعد. هذا مثال لبلو برينت لوحدة من المواد كيف إنه هم سووها. هذه بينها ليكم دكتور علي من الأشياء اللي جدا مهمة وأنصحكم تسووها. Blended Learning Mix Map، هنا تحددوا إيش الأشياء اللي هتسووها face to face، وإيش النشاطات اللي هتسووها online، وإيش اللي هيكون بينهم. هنا أبغى أوريكم مثال مرة حلو اللي عجبني في هذا المثال. شايفين الأسهم هذه تبين كيف طريقة العلاقة بينهم. فهنا مثلا تبدأ بweekly reading، حطتها في المنصة الشيء اللي تبغاهم يقرؤوه. بعدين في الكلاس كان عبارة عن نقاش، وبعدين راحت عملت لهم هنا طلبت منهم إن هم يربطوا ما تم النقاش به بشيء تجربة عملية، وصار هنا كملوا النقاش أونلاين، وبعدين هنا عملوا جروب تيم بيلدينج وهكذا. نصيحة يا جماعة، دائما استغلوا الفيس تو فيس اللي ما يجوكم حضوري في تيم بيلدينج، في إن هم يعملوا برزنتيشن لشغلهم، إنكم تعطوهم تغذية راجعة عن شغلهم. لا تضيعوا في محاضرات، المحاضرة خلوها أونلاين، خلوا الفيس تو فيس إذا في شيء ما فهموه ممكنكم أنتوا تشرحوا زيادة، بس خلوا دائما استغلوا الفيس تو فيس في التيم بيلدينج. هنا بس أبغى أوريكم بسرعة إيش عجبني. هذا كان أنا أخذته من فيديو واحدة قاعدة تشرح كيف سوت البلندد ماب ميكس ماب. هنا قسمتها بالأسابيع،
شايفين؟ فكل أسبوع هي حاطة لنفسها إيش الأشياء اللي هتسويها face to face وإيش الأنشطة اللي هتسويها online. آخر شيء حابة أقول لكم عليه على هذا السكجول، بليز يا جماعة اعطوا هذا لطلابكم من بداية السنة، من بداية الترم، بحيث أنه الطالب يكون عارف إيش الأسابيع، إيش الأيام اللي هيكون face to face وإيش هيكون online، وتربطيه بالtopic يعني بالموضوع بالassignment إيش المطلوب منه مع الdue date. هذا الschedule جدا مهم تعطوه لطلابكم عشان يعرفوا إيش يتوقعوا خلال الترم. وشكرا جزيلا، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك دكتورة دلال، شاكرة لك ومقدرة لك الجهد المبارك ما شاء الله تبارك الله. وردتنا صراحة أسئلة جدا كثيرة في بهذا الخصوص ومتنوعة، ولكن لضيق الوقت نستعرض أبرز الأسئلة المتكررة، وبقية الأسئلة نعدكم إن شاء الله بالرد عليها من خلال وسائل التواصل مع المتخصصين أو من خلال دورات قادمة في منصة تزامن مع خبراء مختصين أيضا، وكذلك بالإمكان الإجابة عليها من خلال كورسات تعليمية من خلال منصة كيكيو إكس. السؤال الأول مع الدكتور علي. دكتور علي تسمعنا؟ نعم. حياك الله دكتور. أغلب الأسئلة التي وردت، ما هي الوسائل والمهارات التي تجعل الشخص متمكن من استخدام نماذج التصميم التعليمي؟ الحقيقة هل يبدو من خلال يعني متابعتنا للميدان وكذلك التعليقات العاملين، أولاً تصحيح المفهوم المتعلق بالتصميم التعليمي، وهذا أمر واضح وأعتقد أنه يعني في متناول يد من خلال القراءة والاطلاع، وكذلك حضور مثل هذه اللقاءات والمختصين، كذلك زيارة الموقع الدكتور بدر الصالح، يعني فيه كم هائل جدا من المعارف وكذلك التي نحتاجها جميعا. الأمر الآخر بالنسبة ما هي الوسائل أو المهارات، المهارات تسبق الوسيلة. نحتاج مهارة التصميم ذاتها، مهارة التصميم ذاتها من خلال الاطلاع على المفهوم الصحيح للتصميم التعليمي، ثم أخذ نموذج أو نموذجين أو أقل أو أكثر للتدريب أو التجريب. سنصل إلى مرحلة كما ذكرت الدكتورة قبل قليل إلى تصميم المحتوى التعليمي. تصميم المحتوى التعليمي والله أنا أحتاج أني أصلح يعني بعض المهارات التي يتمكن من الطلاب أدائها داخل الفصل الدراسي أو خارجه، هذا يقودني إلى إحتاج بعض الوسائل التعليمية داخل الفصل الدراسي ربما، أو بعض البرامج أو التطبيقات التي أحتاجها داخل الفصل أو خارجه. على سبيل المثال كتصميم فيديو تعليمي تفاعلي، إذن هل أمتلك المهارة هذه أم لا؟ كذلك تطبيق بعض ممارسات النقاش خارج الفصل الدراسي، كما شاهد يعني الحضور الكريم هذا المساء كان في نقاش عن طريق مثلا برنامج بادلت، او عن طريق الاستبيان اللي الفورمز، او عن طريق يعني ممكن افتح جوجل دوكيومنت، او عن طريق اللوحات المناقشه في انظمه اداره التعلم. كذلك مهارات اخرى متعلقه بالصوت، اذا كان في تسجيل صوتي. لما نمتلك المهاره ناتي على الوسائط المتعدده للصوت والكتابة والفيديو والصور وما إلى ذلك، ثم نبدأ نتدرب تدريجيا في إتقان بعض المهارات هذه البسيطة لا أقل ولا أكثر. كذلك الارتباط بالمتخصصين، أعتقد هذا أمر جدا في غاية الأهمية. يعطيك العافية دكتور. أيضا في سؤال، هل يشبه التصميم العكسي الصف المقلوب؟ وش أبرز النقاط الاختلاف والتشابه بينها؟ لا، ذكر الزملاء الفصل المقلوب عد بعض العلماء أحد نماذج التعلم المدمج كما ذكر الدكتور بدر الصالح وعرض النماذج. الفصل المقلوب يقوم على أن يعطى الطالب الأفكار أو المحتوى التعليمي بداية ليطلع عليه، يعني عمل يقوم بالطالب قبل بدء الفصل بشكل غير تزامني، ثم يأتي إلى الفصل الدراسي وجها لوجه، يبدأ المعلم والطلاب في حلقات نقاش وما ذلك، باعتبار أن الطالب سبق له الاطلاع على المحتوى. بمعنى آخر المحتوى نعده جديد اطلع عليه الطالب، لكن النموذج اللي هو الليلة كان قائم في الغالب خاصة فيما قدمته في العرض اللي هو التناوب، إنك تبدأ بالمحتوى داخل الفصل الدراسي
ويكون خارج الفصل الدراسي مثلا في الاونلاين ليرنينج، فيكون داخل الفصل وخارج الفصل وهكذا. الفصل المقلوب فكرته كما ذكرت يقوم على مثل هذا، ممكن تعمل فيديو بسيط او يقرا الطالب الفصل المعين والمحدد، او يقرا مقال بي دي اف، او يقوم الطالب بقراءه مقال او بتحليل قراءه نقديه وما شابه ذلك. هذا الاسايمنت الموجود يقود الطالب للتعرف على افكار، على مفاهيم، على مهارات، على الاهداف المحدده، ثم ياتي لمناقشتها في داخل الفصل الدراسي. التناوب اللي كان في هذا المساء والنمط التناوب في التعلم المدمج، نحن نبدأ بالبيئة الوجه لوجه ونحدد الفيس تو فيس والأونلاين ليرنينج، ويكون بينهما عملية تداخل، بمعنى أن المحتوى يعطى هنا ويعطى جزء منه هنا. ممكن يعطى هنا المقدمة، يعطى هنا التعزيز، يعطى هنا الأنشطة، هنا يعطى جزء من التقييم، هناك يعطى جزء من التقييم بشكل آخر، وهكذا. يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. سؤالنا القادم مع الدكتورة تغنيت، بخصوص خطوات تطبيق التعلم المصغر المقرر الدراسي. هذه أبرز الأسئلة اللي كانت موجودة، إنه متى نطبق التعلم المصغر، أو ما هي مراحل تطبيق التعلم المصغر في المقرر الدراسي؟ هو ممكن يكون جزء من المحتوى يقدم عن طريق اللي هو التعلم المصغر. يعني أنا ذكرت إنه ممكن أحياناً يكون المحتوى أكثر كثافة، أو ممكن يكون المحتوى أكثر تعقيد. فممكن إن إحنا بتنظيمنا، بعادة تنظيمنا للمحتوى بما ذكر يعني في الجلسة، ممكن إنه ينظم ويقدم للمتعلم عن طريق الوسائط المتعددة لدعم تطبيقات مختلفة للمتعلم، سواء كان يعني عفوا بعد هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ نعم واضح دكتورة، تفضلي. ايوه، فهو هذا يعني هذا هو إجابة السؤال. يعطيك العافية. طيب، هل ينطبق التعلم المصغر على جميع المقررات الدراسية، ام هناك مقررات او مراحل مستثناة من هذا النموذج؟ لا، هو ممكن يكون يعني غالب الأدبيات تركز على التعلم المصغر، يكون مع ممكن التعليم الكبار أو المراحل المتقدمة العمرية. يعني بالتأكيد هي ما هي مع مراحل مثل الابتدائية، ممكن من المتوسطة والأعمار الأعلى. هو غالبا يستخدم كذلك تطوير المهارات مثل ما ذكرت، في تطوير المهارات، يعني أحيانا حتى في المجال التنمية المهنية يكون يقدم اللي هو التعلم المصغر. لكن إحنا بما أنه يعنينا اليوم اللي هو التعليم يعني النظامي أو الرسمي، فهو ممكن أنه يقدم يعني حسب تقدير المعلم من حيث المقررات، حسب تقدير المعلم، وهو يصلح لجميع طبعا المقررات أكيد. بالعكس يعني حتى في المقررات العلمية أحيانا يتطلب مثلا شرح قاعدة معينة أو شرح مسألة معينة، فممكن يقدم عن طريق المحتوى المصغر للمتعلم حتى بعد ما يأخذ الحصة أو المحاضرة. فمثل ما ذكرنا، إحنا كررنا أنه ممكن يكون قابل للتكرار المحتوى المصغر، يعني من الإرشادات في تصميم يكون قابل للتكرار. ليش؟ حتى يكون أكثر يعني بقاء واحتفاظا لدى المتعلم. فهو أكيد أنه نافع لجميع التخصصات، ويكون في المرحلة العمرية المتقدمة. يعطيك العافية دكتورة، يعطيك العافية، شكرا لك. السؤال الأخير اللي تبقى معنا للدكتورة دلال، كيف يمكن الانتقال من التعليم التقليدي إلى المدمج بشكل صحيح؟ يا هلا وسهلا. طيب، هو تعليم، أول شيء إحنا كيف نعرف التعليم التقليدي؟ هل هنا المقصود به التعلم التقليدي اللي هو إن المعلم هو مصدر المعرفة والطالب هو المتلقي؟ إذا هذا هو المفهوم المتعارف أو المقصود به، إن إحنا نقدر إن إحنا ننقل لتعلم مدمج، لازم إنه أول شيء نغير فكرتنا للتعليم، كيف عملية البناء الخبرة التعلمية نفسها. وهذا ممكن يصير في كل أنواع، إذا كان حضوري أو مدمج أو عن بعد، وإحنا شايفين قد إيش محتاجين نعمل هذا الشفت. زي ما قالوا الدكتور بدر والدكتور علي، إنه مرات هنا تيجي ترى أهمية الـ learning theories اللي هي النظريات التعلم، كيف ممكن بنفس
الأهداف التعلمية تختلف طريقة إعطائها باختلاف نظرتنا والعدسة اللي بنشوف فيها عملية التعلم. فنعم، في الأول لازم نغير طريقة نظرتنا لإيش يعني تعلم، نظرتنا لدور المعلم ودور المتعلم وتصميم الأنشطة. وقتها هيكون لما نيجي نحدد إيش هيكون أونلاين وإيش هيكون حضوري، هتكون بطريقة أسهل بكثير. فأيوة، نصيحتي في عملية ريديزاين إن إحنا نعيد تصميم، نطل نشيل كل شيء كذا كنا بنسويه زمان ونبدأ. ما تشيلوا كل شيء، تشوفوا إيش كان بيضبط، إيش كان ماشي تمام خلوه، ولكن إحنا نغير نظرتنا في الأدوار وفي نظرتنا لعملية تعليمية عامة. شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتورة دلال. وبكذا وصلنا إلى ختام الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى الافتراضي للتعلم المدمج. شكرا لكم متحدثين الكرام على تعاونكم في إثراء المعلومة وتقديم محتوى هادف وجاذب لممارسي العملية التعليمية. وبالتالي وصلنا إلى ملخص الجلسة الثانية. تطرق المتحدثون إلى تعريف مفهوم التصميم التعليمي وأهميته للمعلمين بغض النظر عن تخصصهم ومدى تأثير التفاعل والتواصل ومستوى الدمج بين بيئة التعلم على فاعليته. أيضاً يهدف التصميم التعليمي إلى جعل التعليم أكثر كفاءة وأكثر فاعلية وأقل صعوبة وفق أسس ومعايير. تعد نظريات التعلم مرتكز رئيسي يقوم عليه التصميم التعليمي، حيث أنها فسرت كيف يحدث التعلم من جوانب مختلفة وسهلت على المعلم تصميم مقرره الدراسي. عرض الدكتور علي الحرام لنموذج التصميم العكسي في بيئة التعلم المدمج وأهميته على مستوى التعلم، والذي يبدأ في المرحلة الأولى بالتصميم وتحديد الأهداف التعليمية، وفي المرحلة الثانية يحدد فيها أساليب التقييم، ويتم في المرحلة الأخيرة تصميم الأنشطة التعليمية. كذلك التعليم المصغر استعرضناه مع الدكتورة تغريد مفهوم حديث ونموذج جديد لعمليات التعلم في بيئات ذات مستويات مصغرة ومتسلسل ومنظم ومدعوم بالأنشطة قصيرة، ويستغرق تعلم عدة دقائق، يعتمد على المتعلم ويثري النواحي الإدراكية ويقسم المعرفة ويتم عند الحاجة وفي الوقت المناسب. كذلك أيضا استثمار المنصات العالمية والوطنية كمنصة مدرستي تسهل تبني التعلم المصغر. حجم المحتوى وقلة وقته ليست شرطا أساسي في مدى جودة المحتوى إلا أن يحدث التعلم المصغر، وكذلك التحكم بمخرجات التعلم المستهدفة، فلابد أن يحقق التفاعل ويقدم التغذية الراجعة. يعطيكم العافية وشاكرة لكم حضوركم ومشاركاتكم وتفاعلكم جمهورنا الكريم. وبالتالي وصلنا إلى الختام، والآن المايك مع الأستاذ أحمد. تفضل أستاذ أحمد. يعطيك العافية أستاذ سرة الأمير، شكرا على إدارة الجلسة الثانية لهذه الليلة الرائعة من الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج. شكرا لكم يا كرام، يوم إثرائي جميل وطرح مميز من ضيوفنا ومتحدثينا الرائعين، وسعداء جدا بحضورنا الكريم، وشكرا بحجم السماء لمترجمتي لغة الإشارة الأستاذة ريم عسيري والأستاذة منال الحسين. شكرا لكم بحجم السماء لخدمة أحبابنا من ذوي الهمم. وقبل الختام، تذكروا بأننا في جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، دائما وأبدا نطور التقنية من أجل التعليم. قد موعدنا الساعة السابعة.